صباح الخير وصباح لبنان لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا بتمام الساعة 9. طبعا نطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا لنترافق نحن وياكم بصبحيتكم لليوم بكل الفقرات والمواضيع يلي محضرين لكم اياهم. صباح الخير شادي. صباح الخير لك رنا ولكل المشاهدين يلي انضموا لنا بها الصبحية يلي بتستمر لساعتين ونص من الوقت. بتمنى لكم مشاهدينا نهار ممتع برفقتنا ونهار موفق كل واحد على صعيد أموره الشخصية والعملية. أكيد العديد من الفقرات يلي بانتظار المشاهدين مثل ما عودناهم دايما، في الفقرات الثابتة والفقرات طبعا يلي مستقبل فيها ضيوف من خارج الاستوديو لحتى نطل نحن وياهم على أبرز النشاطات والمواضيع يلي عم تصير بالبلد. صحيح، اليوم رنا هو اليوم الوطني للمحميات الطبيعية بلبنان، فعن جد هيك تكون تحية للبنان الأخضر لهالأرزة يلي بتتوسط علمنا إنه نرجع نعرف نزرع خضار بقلب بلدنا، لأنه خاصة يعني للأسف بالمدن إن كان ببيروت أو بالمدن الكبيرة يعني عم نفقد المساحات الخضراء. فبركة هالنهار هيك بيذكرنا شوي انه نحن بحاجه اكثر لاكسجين لحتى نستمر صحيح. ونعيش صحيح، خاصه المحميات بلبنان عددها قليل منا كثيره، ولكن هذا الشيء ما بيعني انه ما يكون فيها اهتمام. بعرف انه في كثير هيك اهتمام بهذا الموضوع بالتحديد، ولكن في العديد من الاماكن اللي كمان لازم نكون عم نهتم فيها، خاصه انه البيئه مش لنا هي البيئه ورثناها عن اهلنا وجدودنا لحتى نرجع نورثها لاولادنا واحفادنا، فنحن ما فينا نتحكم فيها مثل صحيح. ما نحن بدنا، هي امانه بين ايدينا صحيح. على كل حال، ومن فتره كان معنا ضيوف كان عم نحكي عن هالموضوع تحديدا، يعني عم نحكي عن محميه الشوف كانوا معي بتذكر، وحكينا انه بلبنان بامتداده جنوبا وصولا للشمال تقريبا 14 محميه بين بحريه وبريه، فهي كمان دعوه لكل الاشخاص اللي عبالهم يستمتعوا بكل النشاطات اللي ممكن يعملوها يجوا على لبنان ويستفيدوا، لانه صحيح الموسم الثلج كان كثير حلو، ولكن هلا موسم الصيفيه وموسم الربيع قادم وكثير حلو انه نتنزه بطبيعتنا، ولكن في موسم واحد كل يوم بيطلع علينا وهو موسم صباح لبنان يلي بنقطف ثماره نحن وياكم بموضوعات متنوعه، بدايتها مثل العاده الرياضيه مع ناهي بسيط. ايضا اليوم الرياضه اخذت حيز كبير من اهتمامنا لانه في فقره سبورتس نيوز مع زميلنا جوزيف يلي رح يستضيف فيها فرانسوا تعادي رئيس الاتحاد اللبناني للجودو. صباح الخير جوزيف. موجود انا، موجود شادي، يعني كيفكم بالفنون الايطاليه؟ يعني صراحه بالإيطال كثير منيح بالفنون منيح الفنون لواحد والإيطال لواحد كثير منيح مع بعض بالفنون منيح بالايطاليه مش كثير مثل ما سبق وقالت رنا انه اليوم بفكر سبورتس نيوز رح نتعرف اكثر على رياضه الجودو وعن نشاطات الاتحاد اللبناني للجودو كمان مع رئيس الاتحاد المحامي فرانسوا سعاده، نتعرف اكثر بفكر سبورتس نيوز. اكيد منتابع فقراتنا كمان رنا بفقره اجندا، دكتور عصام خليفه المسؤول الاعلامي بالحركه الثقافيه بينضم لنا لحتى نحكي معه اكثر بهالاطار، كما انه ضيوفي بفقره سوشيال ايفنت هنا السيده ليديا الدلغاني مكرزل مؤسسه رئيسه مجلس المراه العربيه لينا الدلغاني مكرزل، وايضا بتنضم لنا ضيفه ثانيه وهي الشيخه هند بنت عبد العزيز القاسمه رئيسه مجلس نادي الامارات لسيدات الاعمال والمهن لحتى نحكي عن يوم المراه العالمي يلي صادف نهار الاحد، وعن ايفنت كمان يلي صادف نهار الاثنين. كمان الايفنت اللي عملوه ببلديه الحزميه كان نهار السبت، فرح نحكي عن كل هالمواضيع بهالفقره. اكيد رح نكون بانتظاركم، انما بفقره صحتك لليوم رح نستقبل فيها دكتور فادي دانيال المتخصص بامراض الجهاز الهضمي لنحكي نحن وياه اكثر حول هذا الموضوع بالتحديد. منتابع فقراتنا وايضا من الفقرات الثابته ببرنامجنا فقره نيوتريشن مع مايا نحول، واكيد مثل العاده تيبس هيلثي لحتى نعيش بطريقه افضل وناكل شو ما بدنا مثل ما مايا دائما بتقول، ولكن بطريقه هيلثي وصحيه. والفقره الاخيره لليوم رح تكون فقره تارو وزينة نمرود، رح تكون بانتظار اتصالاتكم على 1390 من داخل لبنان، واكيد برجع بنقول لكم عن الارقام التليفونات من خارج لبنان تباعا بحلقتنا، وحضروا الاتصالات لانه الورق جاهز اكيد مثل دائما مع زينة لحتى يجاوب على كل تساؤلاتكم حول مواضيع بتهمكم.
اكيد ان شاء الله الحظ اليوم بيكون حليفكم وحليفنا نهار موفق. بتمنى لكم اياه. بدايه الفقرات قطار برنامجنا بينطلق الى اليوم، واولى الفقرات فقره فتنس وهي اكيد مع نهي بسيل. شوفكم بحلقه جايه ثانيه من فقرة فتنس. مثل كل نهار ثلاثة مندوي على رياضة لبنانية، مندوي على انتشارها، على نشاطاتها وعلى نشاطات الاتحاد لها وكيف عم نقدر نطورها. اليوم بفنون قتالية وهي رياضة الجودو بهذا السيجمنت. بفقرة سبورتس نيوز لليوم ضيفنا هو المحامي فرانسوا سعادة، عضو اللجنة الأولمبية اللبنانية ورئيس الاتحاد اللبناني للجودو، لنتعرف أكثر على هذه الرياضة. أهلا وسهلا فيك أستاذ فرانسوا، كيفك؟ ماشي الحال؟ الجودو مثل ما كنا عم نقول هو فنون قتالية، مزبوط؟ خبرنا أكثر عن هذه الرياضة. يعني هي رياضة ممكن تفلش فيها مع ولد عمره مثلا 5 سنين وممكن يكمل عمر 90 سنة إذا بدك. يعني لما شوف بوتين بعده لليوم بيلعب جودو، هيك كان بطل اوروبا هو اصلا، وبلش هو صغير وتدريجيا ما له حدود وصل رئيس جمهوريه بس هو بعده بحبه يتمرن. هلا كجودو هي رياضه مثل ما كنا عم نقول فنون قتاليه، قد ايه عم بتلاقي في تشجيع للاولاد خاصه كنا عم نقول انهم بلشوا من عمر صغير لهيك نوع من الرياضه؟ يعني بنقدر نقول اكثريه المدارس الجودو ماشي بقلبه، اكثرهم. حتى في بعض المدارس اللي هي اخذت الجودو بصف كانه مثل صف رياضه، هلا رياضه بقلب الصفوف، يعني كل جمعه بيقطعوا مره بطريقه كمان بيعرفون على عده انواع رياضات تشوف كل تلميذ يمكن شو بيحب. هلا تنحكي اكثر عن نشاطات سنه 2014، كان في عندنا ابطال ولاعبين ولعبات ابطال بعام 2014، يعني من جميع الفئات ومن جميع الاوزان والاعمار، يبلغ تقريبا 600 شخص 600 لاعب اكثر كمان، رح يزيد عددهم بال 2015. يعني المفروض اكيد يعني نحن مبدئيا اللي مسجلين بقلب الاتحاد بحدود 1500 واحد، يعني في بريت الاتحاد اللي هن بالمدارس اللي بيكونوا مزبوط بيكونوا مش مسجلين هذول، ولكن بيمارسوا لعبه الجودو كمان. بس بالاجمال انه بنقدر نقول انه في عندنا جيل صغير طالع مستواه لا باس به، برهن على ذلك انه نحن توصلنا مع بعض اللاعبين اللبنانيين من اعمار كانوا بلشوا معنا صغار وصلوا معنا على بطوله اسيا وعملوا اول باسيا كمان. من جملتهم كان شماس، ليا فرحات وغيرهم رودي حشاش، في عدة اشخاص اللي هن بلشوا معنا صغار مثل ما كنت عم تخبرني حضرتك من شوي صغيره بالكوني. مزبوط، كنا كلنا يعني كلنا قطعنا على الجودو مره من المرات. وكيف عم بيتم دعم مثلا ابطال مثل نصيف الياس وكارين شماس مثل ما كنت عم تقول على الصعيد الدولي كان ماديا او معنويا؟ نعم، يعني معنويا نحن لافشين الماكسيموم وحاطين كل قوتنا عليهم. يعني ماديا هون في بقدر اقول انه في تقصير من قبل الدوله، لانه الدوله بتقول لك ما انا قادر اعطي، يعني عم نجرب قد ما فينا نحن نساعدهم بالموجود عندنا مثل ما بيقولوا وندعمهم تيوصلوا على المهم. يعني في اللجنه الاولمبيه بس عم يربحوا عم تكرمهم، ولكن التكريم منه كافي، التكريم اوكي للاعب لازم يكون كمان في دعم كرمال يوصل الاتحاد كيف بده يكمل كمان. مزبوط. وكيف عم بتكون حظوظ مثلا ماري ايفون عاد وجورج مرعب اللي عم يحتلوا مراكز اولى كان بالعام 2014 كرمال يمكن يوصلوا لمستوى نصيف الياس وكان ان شاء الله؟ يعني مثلا بقدر اقول مثلا جورج مرعب مستواه جيد جدا بالنسبه للبنان وعرب، هي مثلا طلع الاول بطوله عربيه، طلع يعني عنده عده امجاد. وماري ايفون كذلك الامر كعرب لعبت معنا، ولكن يعني جورج اقدم منه اعطى نتيجه، صار له زمان بيعطي نتيجه. يعني ماري ايفون طلع جديد اعطى نتيجه، ولكن نتيجه كثير منيحه اكيد، يعني بنتامل منها الخير، يعني دائما في عنا امل لبعدين. هذا كمان دعم معنا بيعتبر. وكيف عم بيكون دعم مثلا هول الابطال كرمال يوصلوا لمحلات عالميه؟ يعني نحن بنجرب نساعدهم قد ما فينا، انه مثلا تنقول خلينا نشاركوا ببطولات بريت لبنان تشوف مستوين وين صار، بنبلش مثلا تقول بجول العرب، بعدين غرب اسيا، بعدين على اسيا، بعدين على بطوله العالم. مثل جورج مرعب راح بطوله العالم، يعني نحن بنساعدهم قد ما فينا، ولكن مش مثل ما عم يساعدوا بريت لبنان. بريت لبنان بيدعمون ماديا وعلى طول خط السجل بضلوا متابعينهم كمان، بضلوا يساعدون قد ما بيقدروا. نصيف الياس عمره 24 سنه، حاز على الميداليه الفضيه بالجودو عن فئه 70 كيلوغرام بدوره الالعاب الاسيويه 17 اللي اقيمت بمدينه انشون كوريا الجنوبيه. بالضبط. عم نشوف هون مقال مكتوب الياس نصيف مشروع بطل عالمي واولمبي، فهل من يهتم؟ هون اكيد عم بيحكوا على صعيد الماده. مزبوط اكيد الشرك هون المفروض يساعدونا اكثر شيء، هذا مصال
يعني بمساعدة شيخ بطرس حارب ساعدنا انه جمعنا مع شركة الفا، ساعدتنا شوي صغيرة ولكن منه كافي، شخص امكانياته كثير محدودة بالفعل. بس هني نحن بعتينه هني على ميامي، على ميامي طلعته على ميامي معه مع المدرب تبعه، بس بتكلف بحدود $15,000 بين سفر واقامه، بدنا نقله من هونيك على فنزويلا لانه في عنده طول بده يكمله تيجيب نقط تيصير على الاولمبياد. اذا احنا عم نشتغل فيه احنا مشروع اولمبي، مشروع اولمبي انه ميداليه، لانه هذا الشخص بالفعل مثلا بانشكون ما احنا نقول طلع الثاني، كل مضبوط طلع الاول مش الثاني، ولكن سيب مع الكوري اللي هو طلع الاول بالاولمبياد تبع لندن خاصينه بالانظار. يعني شو بدي اقول لك هيك بالقوه؟ ليه؟ لانه في 20,000 واحد موجودين بالملعب. عم بحكي مع الرئيس الحكام قلت له معقول هذا الشيء اللي عم بيصير؟ قال لي شو بدك ينزلوا ياكلونا نحن هون؟ يعني تصور الحيطان وصلنا. بقى مشان هيك انه عطوه انذار تخسروه، ولكن هو الاول. يعني هذا الشخص بحين كان هلا ان شاء الله بما انه عم بيصير في هيك نوع من النتائج، يعني كمان يصير في يمكن اقبال اكثر لهذه الرياضه ان كان ماديا او حتى يعني العالم يمكن تشجع اكثر، وهذا كمان بيودي لمحلات كثيره. وين بيتمرن الياس؟ الياس هني موجود بالبرازيل لانه عم يدرس هونيك، اهله هونيك، وبيجي على لبنان وبيشارك باسم نحن باسم لبنان اكيد. ولكن نحن بنحركه من هون، يعني طلع على البطوله هي تجيب نقط، رجع روح من هون على ديزلدوف، رجع طلع على ابو ظبي، يعني نحن بنحركه من عندنا من هون. ولكن المستوى برا اقوى من المستوى عندنا. ليه؟ لانه في عدد مثلا بالبرازيل في 4 ملايين شخص عم يجيدوا. انت بتعتبر اذا كان ياس نصيف عم يتمرن بلبنان ما كان عطى هالقد نتائج؟ اكيد لا، بحكيك بصراحه لانه المستوى تاعنا مش قادرين، بده لاعبين يلعب معهم، ما عندنا الكميه العالم اللي مستواها كثير عالي. وانا عم نشوف صوره بانشون كوريا بالضبط بالبطوله كنا عم نحكي عنها، مع سيد سليم الحاج موجود معنا كمان، كمان وياهم بالصوره كمان بنوجه شيخ احمد كمان. طب شو سر انه الابطال اللاعبين اللبنانيين بجودوا عم بيبرزوا ببطولات عالميه؟ يعني قد ايه مستواهم عالي؟ ليه؟ قد ايه عم بيصير في تمرين تدريب تجهيز من هالنوع؟ صراحه نحن حاطين كل جهاز الاتحاد وراهم. هي ناخذ مثلا تنقول كان شماس او اللي حشاج، هودي مثل ما بيقولوا صنع في لبنان، بلشوا معنا بالكونيه من هون، ما راحوا على غير بلد ما وصلوا، وصلوا يعني باسيا، باسيا عمل ثالث وكان عمل الثانيه، وفي كمان رودي بالفرانكوفوني عمل تاني، يعني عندهم أمجادهم، يعني وصلنا على مستوى العالمي. ولكن ما بدك بوش كمان من الدولة، إذا ما سألتنا الدولة كيف نكمل إحنا شكل قد يعني بتحط أول مرة مجالتك، تاني مرة، تالت مرة، من الاتحاد ده في يحمل، ما في يحمل المصروف بكثرة، بدك على طول طلعهم على دورات تدريبية بريت لبنان، أكيد في دورات تدريبية، في التمرينات، في كل شيء، غير السفر اللي بحد ذاته هو بكلف، في الديبلاسمون طبعا من الجماعة عم يعطوا كل وقتهم، ما بدكش تعطيهم شيء بالمقابل، ما كل شيء. إذا بدنا نحكي أكثر هلا عن رزنامة الاتحاد تبع 2015 لاتحاد الجودو اللبناني، عم نشوف في كتير نشاطات، يعني في كتير مشاركات عالمية، عم نشوف بباريس، بأبو ظبي، بطوكيو، يعني عدة نشاطات. كيف عم بيصير التحضير لكل هالرزنامة؟ نحن عم نجرب قد ما فينا بلبنان، وعم نجرب نبعث مثلا بس نبعث الشخص على بطولة يعمل دورة تدريبية وراها، يعني بكون ربحنا بذات الوقت، بدنا ندفع عليه تيكت مرتين، بكون رحنا هونيك موجود هون، يخلص البطوله يكمل استاج هون، يخلص الدوره التدريبيه تبعه، بيستفيد يعني كمان، ايه بتشوف يحتك مع ابطال عالميين على مستوى دولي، هل بتساعد، هل بتخلي المستوى يطلع؟ ايه اكيد، بس يكون عم يتدرب مع مدربين دوليه كمان هذا الشيء، بكون بجرب حاله كمان مع المستوى وين صار، اي مستوى صار، مثل اللي صار السنه الماضيه طلع معنا الاول بالفرانكوفوني فرنسا بنيس، يعني في عم بيكون في نتائج مهمه. كان عملت جبت 2 فضه كنا كمان بكوريا، يعني وصلنا بس بدنا شوي دفشي بعد اكيد لأبين. هلا نحن ب 14 و15 شهر في بطوله الاوروغواي كمان بالجودو، بالضبط، فيعني عم مثل ما عم كنا عم نقول نشاطات كتير واسعه هذه السنه، ان شاء الله اكيد بيكون في نتائج اكثر من 2014. إن شاء الله. كيف عم بيتم شغل الاتحاد تنشر هذه اللعبه هون بلبنان؟ يعني اكيد عن طريق المدارس كلها سوا، هي اللي بتساعدنا اكثر شيء، لانه هذا المنبع تبعنا مثل ما بيقولوا، بتاخذ الولد بتصفي تنقي الولد الصغير دي كمان بشجع يمكن الاولاد اللي ما بيعرف بلعبه الجودو بيلعبها يمكن شوي بحس انه لا في كمل فيها حبيبها بالفعل وبكمل. طيب متى شفت حضرتك يعني حضرتكم كابتونا بعده بطولات، في عندنا نحن بكل اعمارنا على بطولات، يعني بنبلش بريبوسان بوسان بوجامي منين كادير، بس في بكل يعني هو لكل فئات العمر، كل الفئات العمريه هذه، وهيدي بتشجع انه الولد عم يربح وعم بيكمل وعم بيصال وماشي حياته. اكيد هون عم نشوف كمان فيديو من بطوله لبنان لعام 2014، كاميرا تلفزيون لبنان كانت هونيك وصورت البطوله. حضرتك رئيس نادي بودا بقدمه، خبرنا عن نشاطات هذا النادي.
يعني نحن مثل بقولوا لاعب الجودو الابن المدلل تبع النادي معنا الاتحاد اكيد وهذا بتساعد شوي صغير اللاعب يقدر يمشي بالنسبه للجودو، ولكن بالنسبه كنادي عنده كل النشاطات الرياضيه يعني مثل الفتنس نادي بشكل عام مش بس نعم جودو كل شيء نعم بس اكيد الجودو له هيك حنين بقوله ابن المدلل تبعه. واحد في يفوت على نادي يبلش جودو من حي العمر ولا لازم يكون من عمر صغير؟ يعني افضل على صغر، ولكن بكل الاعمار غير اذا يعني بده يمارسها كهوايه. كهوايه نعم، ولكن اذا بيرجع البطل افضل يبلش على صغر. منبلش من هو صغير. يعني انا من انا صغير كنت العب جودو مع سانتور اورانج. بس وقفت يمكن كان عمري 11 سنه بكفي اورانج. خلي خبرنا اكثر عن هلا انه النشاطات اللي صارت بال 2014 مثل ما كنا عم نقول 600 بطل وبطله حول التوجوا التوج يعني اللي وصلوا وصاروا ابطال ايوه توجناهم نحن على راس السنه كان رئيس اللجنه الاولمبي موجود وكان في مسؤول كمان عن نادي الرياضه كيف عم يضل المتابعه معهم هلا لل 2015 هاي نحن اكيد كدورات تدريب ككل شيء يعني انا يعني بالنسبه للتوجوا نحن بنضل لحقين وبنضل مكملين وهيدي الطريقه اللي بنعملها انه نشجعهم تتقدم لهم تروفيه ويتكرموا على راس السنه هي بتتفهم تعملوا بوش شوي صغيره تقدروا يكملوا معنا بالسنه الجايه كمان ان شاء الله خير ان شاء الله يعني استاذ فرانسوا ما معنا وقت كثير بس قبل ما نختم بتحب توجه كلمه اخيره يمكن للاهل اللي بيكونوا مثلا خايفين على اولادهم يفوتون بهيك نوع من الالعاب او يعني كرمال يكونوا حذرين اكثر بهذا النوع يعني هي فنون قتاليه مثل ما كنا عم نقول بس يمكن عالم تستعملها بالمشاكل تستعملها بطريقه مش حلوه شو بتحب تقول لهم يعني اول شيء بدي اشكر الاهل انا اللي عم يساعدونا انه يجيبوا اهلهم وبيجيبوا اولادهم ويمطرون تيخلصوا اللعب ويتمرنوا ويرجعون على بيوتهم ولكن بقدر اقول للكل انه لعبه الجيدو اقل لعبه فيها خطر يعني مزبوط بقولوا انه اللعبه قتاليه هي لعبه رايقه مع انه فنون قتاليه بس بتروض الشخص بتروض الشخص لانه بس تقلبه على الارض وفي حس انه هالقلبه فيها وجع فيها كذا مشان هيك صفي يخفف المشاكل تبعه وبدا تركيز كثير لانه في حركات معينه تتعملها يعني انا لانه عن خبره في حركات معينه لازم تعملها في يعني اشياء كثير دقيقه لازم تكون مركز عليها تقدر تعمل الحركه اللي عم تعملها بالفعل فكمان بتعلموا التركيز للولد مظبوط انا عندي طلب من الوزاره اذا في مجال تتجه باتجاه الاتحادات اللي عم تعطي نتيجه يعني وين في اتحاد عم يعطي نتيجه مزبوط. تدعمه شوي صغير تقدر يكمل والا رح يوقف رح يضل على ورا يعني اذا ما ساعدتنا ما فينا نكمل يعني وخاصه انه عم بيعطي نتيجه عم بيعطي نتيجه يعني مش لو مش عم يعطي نتيجه بنقول اوكي ماشي الحال شو ما عطيت ماشي الحال ولكن هالاتحادات مش جودو بس كل الالعاب اللي عم تعطي نتيجه يساعدوها شوي تقدروا يكملوا ولا رح يوقفوا اكيد ان شاء الله يعني شاء. يكون هذه رساله وصلت ومساج وصل المحامي فرانسوا سعد عضو اللجنه الاولمبيه اللبنانيه ورئيس الاتحاد اللبناني للجودو انا بشكر حضورك معنا يعني ان شاء الله العالم اللي ما كانوا بيعرفوا كثير عن هذه الرياضه تعلموا اكثر عنها وعرفوا كمان عن نشاطات الاتحاد في شيء ويب سايت معين في شيء بيج بيقدروا يفوتوا عليها تعرفوا اكثر عن هذا الاتحاد يعني بس تحط جودو لبنان دغري تعطيك كل التفاصيل بيطلع كل التفاصيل يعني لكل اللي بيحبوا اكيد خلصت فقرتنا بس باخر الفقره بدي اوجه تحيه لكل النوادي الجودو لكل اعضاء الاتحاد كمان ولكل الابطال والبطلات اللي كنا عم نحكي عنهم واكيد بدي اوجه شكر خاص للصحفي جلال بعين ولتزويدنا بكل المعلومات هيك كانت فقرت سبورتس نيوز بشكرك جوزيف على هيدي الفقرة وأكيد نحن وياكم مشاهدينا رح نضل متابعين بصبحيتنا لليوم من بعد الريبورت يلي رح نقدمه رح ننتقل لفقرة أجندة مع زميلي جو وضيفه كيفك جو اليوم؟ صباح الخير رنا وصباح الخير لكل المشاهدين طبعا تعرفي رنا الحركة الثقافية بلبنان اللي ما بتهدى على الرغم من كتير من الظروف المحيطة فيها واللي يمكن بتخليها تتأخر ببعض الأحيان هذه المرة نحن وياكم مشاهدينا عن جديد ومثل كل سنة رح يكون لنا إطلالة على نشاط الحركة الثقافية بأنطلياس ومعرض الكتاب السنوي اللي بتطل علينا من خلاله تذكرنا أنه الثقافة منبع الورقة وطبعا البداية بتكون دايما من الكلمة أكيد رح نكون بانتظار هالمقابلة وطبعاً بهيدا الأثناء رح نتابع نحن وياكم مشاهدينا عن ريبورت صار وهو دعوة من مركز مولوي الثقافة لاستضاف بقصر اليونسكو مؤتمر تحت عنوان لا لحرية الاعتداء على الآخرين لا جسدياً ولا فكرياً طبعاً المؤتمر جمع عدد كتير كبير من المتحدثين وقادة الرأي كاميرا برنامجنا كانت موجودة وعدة تقرير حول المؤتمر يلي صار منتابع كل تفاصيله بهيدا الريبورت من صار على الهواء منتصرا على هواه واغنى العقل من نثري وليس حرا من احتاج خارجه وكان عبدا
وليس حرا من استقوى على بشر بالغدر والجسر والإرهاب والقتل. لا لحرية الاعتداء على الآخرين، لا جسديا ولا فكريا. تظاهرة سقفية حملت معنى الحرية، وإن برأي البعض التبس على المنظمين العنوان. ندوة بدعوة من مركز مولوي السقافة جمعت 17 متحدث من مختلف المشارب والتوجهات بقصر اليونسكو ببيروت ليشهد المؤتمر وشو أهميته بهذا الظرف. الحرية الدينية عنوان كبير، يعني ليس سهلا، إنما هنا المؤتمر كان في عنوان لا لحرية اعتداء على الآخر، سواء كانت حرية دينية أم حرية غيرية. نفس العنوان ينطوي على التناقض، لأنه عندما تقول أنت اعتداء، يعني نفس كلمة اعتداء يتناقض مع الحرية، ولا حرية في الاعتداء على كل حال. مثل هذا المؤتمر في هذه الأيام ضروري جدا أن يعمل الجميع من أجل التذكير بأن هذه الحريات العامة والحريات الدينية حفظها الإسلام وحفظتها كل الأديان، وعلينا أن نعود جميعا إلى أصولنا الدينية، لا أن نصير وراء فتاوى مشبوهة تسيرها المخابرات الدولية. هيدا المؤتمر طبعا هو صرخة بالنهاية، وأنا مبسوط أنه اللي عم نظمين هيدا المؤتمر أنه من طرابلس، واليوم موجودين نحن ببيروت، وهيدا برأيي كتير مهم للمدينة. ما معنى الحرية وشو أهميتها؟ شو هي ضوابطها وحدودها بعالم اليوم؟ الحرية معروفة أنها للإنسان، الحرية هي مطلب أساسي، مطلب طبيعي وجودي الحرية، ولكنها عندما تصطدم بالتعدي على حق الآخر لا تصبح حرية، تصبح اعتداء. يجب أن يحترم عليها القانون، ويجب أن يحاسب عليها الدين، ويجب أن يحاسب عليها المجتمع. نحن نعتبر الحرية هي نقطة البداية، هي الخط الأساس ببناء المجتمع. الحرية هي أنك تعرف حقوق الآخرين، لمن خلال حقوق الآخرين تقدر تقيم حقوقك أنت وواجباتك قدام حقوق الآخرين، وهيك بصير فيك تفرض على الآخر أنه يحترم واجباته تجاهك. يعني ما في شك نحن مرئين بمرحلة فيها كتير تطرف من كل النواحي، ولا سيما بالشرق الأوسط، ولكن بلد مثل لبنان يلي هو فيه 18 طائفة، فيه 18 حالة بدها تقبل الثاني. فاللي بيعتبر نفسه أنه هو غير راضي أو غير قابل أو لا يقبل بالفريق الآخر، لا مكان له في لبنان. مرأة يمكن أكثر عندها حدود، بتقول لا للحرية المطلقة، وإنما للحرية العاقلة إذا بدك، اللي بتحدى حرية الآخرين، اللي بتحدى الرأي الآخر، لأنه المرأة أكثر بتكون حساسة وأكثر عندها القدرة للتمييز بأنه حريتي بتحدى حرية الآخرين. الله لا يريد أن أحد يعتدي على الآخر، خلقنا كلنا لنتحابب مع بعضنا البعض، ولا نتسلط على بعضنا. يعني نحن بنعتقد انه هالشيء اللي عم يحصل على ايدي اشخاص تسموا بالمسلمين هو عداء للمسلمين اكثر ما هو عداء يمكن للمسيحيين. يا اخي اليوم الكل يعتدي على الكل، ولا ضاعت الاخلاق وضاعت القيم وضاع الدين من ايدي الناس ومن قلوب الناس ومن عقول الناس. وبلفتي مميزه قام الفنان التشكيلي اللبناني العالمي برنار رينو برسم لوحة فورية مثلت الحرية كما يراها هو، وهي اللوحة رقم 191 يلي بيرسمها على طريقته بالرسم الفوري. وهو قال: أنا اليوم طلبوا مني أحكي كلمة، بقى كلمتي كانت تعبير بالريشة، لأنه أنا برسم أحسن ما بحكي، والفنان هيدا هو اللي بيعطي بريشته أحلى بكتير من اللي بيحكيه حكي، لأنه اليوم ضربة ريشة بتفسد كتير مواضيع، بس لازم تكون بناءة ما تكون جارحة. الفن حر، نحن أحرار ومنضل أحرار. صباح لبنان مشاهدينا، بتابع معكم بهيدي الصبحية لليوم، وإن ما كنتوا عم بتابعونا، ولكن المشاهدين اللي انضموا لألنا بهيدي الأثناء طبعا تحية صباحية لألكم. رح نتابع بفقراتنا المتعددة لصبحيتنا، وطبعا فقرة أجندة رح تعرفنا على نشاط جديد موجود على الساحة اللبنانية بعد لحظات. ب
بأجندة لليوم مشاهدينا بسرني استضيف المؤرخ الدكتور عصام خليفة أمين الإعلام بالحركة الثقافية بأنطلياس حتى سوا نضوي أكثر على مهرجان الكتاب بأنطلياس للسنة 34 على التوالي. دكتور صباح الخير. صباح النور. اسمح لي أشكرك جو، أشكر يعني تلفزيون لبنان على إتاحة الفرصة نلتقي ونوضع نشاطنا الثقافي بالمهرجان اللبناني للكتاب. هذا لقاء سنوي بيسعدنا وبيفرحنا بكل الأحوال. دكتور، يعني مثل ما قلت 34 سنة على التوالي مستمرين خلينا نقول بهذه الحركة الثقافية. نعم. وكنت تعملوا معرض للكتاب، ما زهقتوا من 34 سنة لليوم؟ والله نحن مع مجتمع المعرفة. مجتمع المعرفة يتطلب انتاج الثقافة ونقل الثقافة للمجتمع، ونحن بظل ظروف صعبة اسمها العنف وشايفه بكل المنطقة، عنا شعار الثقافة في مواجهة العنف. نعم. والتنمية تتطلب الثقافة، ولا ثقافة ولا تنمية بدون إنسان مثقف حر وعقلاني لينتج ويتقدم المجتمع. عظيم. السنة مثل ما ذكرت حضرتك دكتور، المعرض عم بيروح باتجاه الثقافة بوجه العنف، ضد العنف تحديدا. نعم. قديش قادرين فعلا نواجه بالثقافة؟ قديش فعلا هي أداة للمواجهة مثل ما بنسمع بالشعر وبالنثر وبالكتابات وإلى آخره؟ قديش فعلا الثقافة هي أداة قادرين من خلالها نواجه؟ يعني أنت بتعرف شعوبنا تعاني ببنيتها المتنوعة من التخلف داخليا، من الظلم الاجتماعي والقهر والفقر، وعم تتعرض لهجوم من الخارج. فإذا عوامل خارجية وداخلية عم تولد أوضاع بتؤدي إلى تفكك مجتمعاتنا. نعم. وانهيار الدول في منطقتنا. صحيح. وانهيار القانون وحقوق الإنسان والمرأة، مش بس الأقليات أو الأديان، وعندنا فهم متخلف للأديان، وعندنا الوجود الإسرائيلي الطاغي باستيطانه بمشاريعه، ورد الفعل عليه مش عم يكون بالمستوى اللي لازم يكونه، استيعاب العلم والتقدم والفكر وبثه في المجتمع للتنمية في هذا المجتمع والدخول في الحداثة. نعم دكتورنا، يعني المعرض مثل كل سنة بينقسم لأكثر من قسم، منه معرض الكتاب. عندنا محاور. نعم. بالمهرجان يعني إذا بدك نشرحها. يلا تفضل. عندنا أول محور هو تكريم أعلام الثقافة. تعرف أعلام الثقافة تقليد، نحن بلشنا فيه بالحرب، أنه كل المثقفين من كل المناطق من ياو ثروة لبنان. السنة في عندنا هو باللبنان وبالعالم العربي، عندنا تحية للعراق من خلال المطران يوسف توما، عنده 150 كتاب هيدا المطران. تحية للعراق وصمود العراق ضد أشكال البربرية. بتعرف قصة ضرب المتحف بالموصل. نعم. وتدمير المكتبات والمخطوطات واقتلاع مجموعات بشرية. تصور بسهل نينوى في بلدات من القرن الرابع في كنائس، طلع الشعب من أرضه وحرقت كنائسه، والإيزيديين وغيرهم يعني. نعم. بدخل بالتفاصيل. نعم. من هون كان تكريم لسيادة المطران، تحية للمطران، انه تحية للثقافة والعنف وقبول. نعم. الآخر. نعم. وتحية لأحد حكماء سوريا الطيب دايزيني. نعم. هو فيلسوف ومفكر عظيم، ويدعو لرفض العنف ولرفض التقسيم والطائفية في سوريا، وقراءة حديثة للإسلام تتكيف مع العصر بقبول الآخر، يعني ضد الحركات الجهادية ما تسمى والسلام. نعم. فالتحية للشخصين بالعالم العربي هي تحية للشعب العراقي وللشعب السوري. نعم. وضد العنف فيه بقى. عظيم. من لبنان؟ من لبنان عنا عدة أسماء. عنا طيب، عنا أمين الباشا، شوقي بزيع، شاعر فنان، سليمان تقي الدين. نعم. بعقلين قانوني، مارون حكيم نحات. نعم. إفلين عقاد. إفلين إذا بتلاحظ هيدا أعلام. نعم. الثقافة اللي طلعني عنه. نعم. تلت الكتاب عنا استاذي جامعية ومناضلة. نعم. في شؤون المرأة. نعم. عطا جبور يلي هو. نعم. عميد كلية الهندسة. نعم. ونقيب المهندسين استاذ بالجامعة اللبنانية. نعم. عمل له تحية ب 16 أدار. خليل برجيلي اللي هو قانوني وقضاء، ونحن بالنهاية مع القانون والقضاء ودولة
القانون. عظيم. هاي بإعلام الثقافة. نعم، جزء ثاني من المعرض. كل يوم بإعلام الثقافة عنا تحية. عنا تحية عملناها قلت امبارح للمرأة. نعم، بيوم المرأة. بيوم المرأة. 8 أدار. نعم، سونيا إبراهيم. ومبارح عنا كان تحية للمعلم بيوم المعلم. 9 أدار يوم المعلم. نعم. نعم. فؤاد الخطيب و مدام زكريا. نعم، هذه هي النشاطات خليني اقول التكريميه اللي بتتخلى المهرجان. هلا عندنا محور اسمه قبل الدور للتلاميذ والطلاب. نعم، بنجيب المدارس بنعمل حوارات احنا وياهم. نعم، شو بيصير بفتره قبل الدور تحديدا؟ قبل الدور الساعه 10:30 كل يوم تقريبا في تربيه على قبول الاخر، على الديمقراطيه، على المواطنيه، نقاش في التراث اللبناني اللي منضوي فيه على هالجانب هيدي. نعم، الذاكرة الوطنية ما نسميه، القيم الوطنية بشكل. نعم، في عنا الرياضة، كيف لازم الرياضة تكون مجال لتربية الجسد والروح. نعم، الصحة، إدارة النفايات الصلبة، يعني تقريبا هاي المحاور والقراءة. نعم، إنه يا شبيبتنا بتشجعوا الطلاب على هيك، ما عندكم الا الثقافه لحتى مجتمعنا ينهض. عظيم، هذا ما تلتهيوا بغير شيء. بعد الظهر، بعد الظهر عندنا الندوات اليوميه، عندنا ما لا يقل يعني اذا بدك قبل الظهر وبعد الظهر عندنا بحدود ال 143 مشارك. نعم، عظيم. خلال كل فتره المهرجان. نعم، عندنا 41 نشاط، عندنا 16 ندوه مناقشه كتب. مثلا كتاب لا حول العنف الديني. وعندنا كتاب عن الست نظيرة جنبلاط، كتاب الله يرحمه هاني فحص، السيد هاني فحص. نعم، عن الشيعة بين الاجتماع والدولة، عندنا عن الموارنة والتقدم، يعني اخدين كل مروحات. نعم، الطوائف. يعني عندنا عن الحرب العالمية الأولى، 100 عام، مجاعة، الكوارث اللي حصلت بالأرمن وبالسريان. نعم، ايضا في هالمجال. يعني ندوات صراع في سوريا. نعم، يعني التربيه على الصحه، عندنا تراث وكيف فينا التراث نستعمله لقراءه للمواطنيه. يعني هذا محور تقريبا، هذه المحاور اللي. نعم، المروحيه الواسعه اللي من خلالها عم تطلعوا اكثر. نعم، اكثر من موضوع. في توقيع ايضا. في توقيع. نعم، عندنا ما يزيد عن 40 توقيع. نعم، المؤلفين كل يوم على منصة الحركة. في عندنا أبيات بولس نعمان، مهارين علاقين، نعيم غبغب، فتن 2060. نعم، ماري وسمير خوري، شعلة الحرية. إقبال الشايب غانم، امرأتين، هنري صغيب عنده اليوم ندوي في رحاب الأخوان الرحباني. صحيح. عن كتابه سؤال مطر، أنطوان مسرع عن الدساتير، غسان يعقوب وبدامته ليلى دمعة. أنا عندي كتاب. نعم، هذا وثائق هامة حول طائفة الروح الملكيين طبعا، راح وقعوا ب 13 شهر توقيع يوم الجمعة، بين الساعة 5 والساعة 9. عظيم، على منصة الحركة. وهذه دعوة عامة للكل. أكيد بنتشرف. يوم السبت سيرجان الداي. نعم، عن أنطون سعيدي، مقالات مش منشورة. وكمان أمين الريحاني، غاريو زيادة عن محمد شيا. نعم، رمزي سلامي عن المجاعة. إفلين عقاد سفر في بلاد السرطان. عظيم، إلى آخره. أنطوان حديد، حرب سوريا. عادل مالك، حرب السنتين. المطران ناصر جميل جاي من باريس، لا يوقع أيضا، عنده كتاب كتير مهم عن المطران، عم طلع بكرم. هذا المطران لعب دور بمساعدة اللبنانيين لمواجهة المجاعة. باجة لحود، روضة الأزهار، جورج دورليان، غسان خلف، مارلين مسعد، نبيل خليفي عنده كتاب، ميشيل جلخ، اللي أنطوان السبليني. هلا عندنا محور. أي متى توقيعه لأستاذ أنطوان؟ أنطوان السبليني آخر يوم. آخر يوم. يوم الأحد بين الساعة 5 والساعة 7. رسالات حب كتار. رسالات حب كتار، الجزء الرابع لهذا الإصدار. في تحية إلى كبار، نحن بمنبرنا في تنوع ونحترم الآراء. كل الآراء. نلتزم فيها. مع أي كتاب. نعم، أو وجهة نظر. تحية إلى كبار رحلوا هالسنة من معرضنا من مهرجان سيب الهلا. في كبار رحلوا. نعم، دكتور عصام بسمح لي، فينا نناقش أكثر شوي، بديك تستعرض لي أسماء بسرعة بسرعة، لا فينا نناقش شوي بموضوع المهرجان، تفضل. منح الصلح مع حفظ الألقاب، السيد هاني فحص. نعم، جزاف حرب، أنسي الحاج، سعيد عقل، صباح جزاف، برزق، صباح الصمد،
حكمة تلحوق، سميع القاسم، فيليب خير الله، منويل يونس، رضا وحيد، سامي عطيه، ليلى حكيم، نهوان، سيمون حايك، اسم الحشيش. هلا في اسماء ما بنعرفها كمجتمع، بس اسم الحشيش شاعر زجال. نعم، مش كل الاسماء هي بنفس الصفه. بشير الليل توفى ببريز. تماما. روبير شويري قانوني، مطار فرانسيس البيسري. نعم، اللي رحل مؤخرا. اللي قرأوا السرياني وترجموا عن السرياني القديم. نعم. عندنا المحور الثامن منشورات الحركة. نعم، اللي هني بين ايدينا اليوم. بندك. كتاب المهرجان. كتاب المهرجان 706 صفحات. هذا وقائع مهرجان السنة الماضية كلها. عظيم. بنشروا بكتاب وهذا عم ينتظروه من سنة لسنة ويقرأوه في غني. عندنا الكتاب السنوي. نعم. إذا رح يشوفوه المشاهدين. نعم. هيدا شو عملنا ندوات خلال السنة؟ بننشرها بكتاب كمان. نعم، وعندنا أعلام السقف بلبنان. عندنا شيء مهم كثير. اسمه أعلام السقف الموسوعة اللي عم نرجع نطبعها للسنين السابقة، يعني نعم. هيدا خمس سنوات من 93 لل 97. عظيم. بطباعة أنيقة عم تصير مرجع للي بدهم يدرسوا الثقافة اللبنانية. نعم، مرجع هو بين إيدين. نعم. كل اللي بدهم يدرسوا بدي يدرسوا بنوزعهم بلاش، وهيدا نعم. سعر رمزي. هيدا متفحق. عظيم عظيم دكتور. بس سعر رمزي، يعني اسمح لي روح انا وياك لموضوع القراءه والمطالعه والثقافه اليوم. تفضل. شو الهدف من 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 بناء مع او بالاحرى يعني شو الهدف من انشاء معرض ثقافه؟ نحن بلشنا بالحرب. اسمح لي بس كمل سؤالي. بظل وجود اليوم عالم الكتروني واسع، يعني اليوم نحن اذا بنفوت على شبكه الانترنت بكل بساطه فينا يكون عندنا اكبر معرض افتراضي ببيتنا بشكل جدا بسيط، وعم نشوف نحن قديش اليوم الناس عم تتوجه الى القراءة الالكترونية. ليش المحافظة اليوم على القراءة الورقية تحديدا؟ تفضل. ليك انا بعلم تاريخ وقريت منيح فرنان بروديل. فرنان بروديل بيقول لك اهم سبب لتقدم الانسانية الكتاب والمطبعة. نعم. يعني وقت درس بروديل تقدم اوروبا والثورة الصناعية كان في المطبعة هي أساس تقدم الشعوب. هلأ ثورة الانترنت الإلكتروني والاتصالات موجودة بس ما بتلغي الكتاب، يعني هناك تكامل بين الأمرين. مش كل الكتب فيك تحصل عليها بالانترنت. وأنا معلش هون عندي نقد لأساتذتنا ومدارسنا. نعم. ولادنا عم يتشوه سقفتهم، بفوتوا بالانترنت وبالجامعات ما بيقروا كتب، صفة بينقل من هون ومن هون بيلزقهم وبيقدمهم انه هيدا بحث. ولك يا حبيبي بدك تتعب بدك تقرا كتب. الكتاب هو نسغ التقدم الحضاري. نعم. لا قيام لمجتمع المعرفة بدون الكتاب. والانترنت على راسي وعيني انا مش ضده. نعم. بس اثنينهم سوا بيكملوا بعضهم وما حدا بيلغي الثاني. نعم. ما قادر الانترنت والالكتروني يلغي الكتاب، والكتاب عليه تحدي بده يطور حاله ان شكلا ومضمونا. ومن هوني اهمي ونحن بمهرجاننا في دور عنده ستاند عم تبيع فيه سيديات واشياء. نعم. الكترونيه ما عندنا مشكله. نعم. بس نحن بتقلي شو هدفكم من المهرجان؟ خلص صار كل واحد ببيته فيه. نحن همروجة إذا بدك بهالربيع بأول الربيع. نعم. لنشر المعرفة وقيام مجتمع المعرفة. حضر. اليوم كيف المجتمعات تتنافس؟ كيف المجتمع متقدم عن المجتمع؟ بالمعرفة. المعرفة هي القوة، الجهل هو التخلف. نحن شعوب بالمنطقة ليش عم يصير عندنا هالكوارث برأيك؟ عقلنا معطل، سقفتنا معطلة. من هون أهمية نشر السقفة، والإعلام دوره مهم بهالموضوع. أنا بشكر تلفزيون لبنان وبشكركم على هالفقرة اللي بتعطي الثقافة. نعم. مجال التواصل مع المجتمع. نعم نعم دكتور عصام، تعرف بالبلد لنقيس الثقافة والحركة الثقافية بنرجع لخليني أقول مرجعين أساسيين، لأن الحركة الثقافية أنطلياس وايضا مهرجان الكتاب ببيروت اللي يقيم كل سنه. صار بطريقه متوازيه طبعا. صح. مهرجان الكتاب يقام برعايه دوله رئيس مجلس الوزراء تحديدا، والحركه الثقافيه بانطلياس برعايه فخامه رئيس الجمهوريه اللي السنه ما كان في رعايه على ما يبدو للمهرجان. حسب معرض الكتاب مؤخرا اللي صار بالشتاء اللي قطع علينا، الحركه كانت خجوله الى حد كبير.
قديش ايضا عم تكون حركه ثقافيه انت الياس عم تستقطب حركه فينا نسميها خجوله او العكس فيك انت توضح. ليك اذا رحت عمارتنا امبارح واول امبارح ما فيش مطرح يقعدوا الناس جبنا كراسي الامفيتياتر في حركه بيع في ناس عم تشتري كتب في بيع نحن عندنا احصاءات وممكن عظيم. نطلعكم عليها بس تعرف الوضع الاقتصادي العام يعني نحن مهرجاننا بيع كتب بسعر معقول وحسن ونقاش في قضايا الوطن يعني ونحن احتجينا على الطقم السياسي واتهمنا من يعرقل الانتخاب رئيس جمهورية كما ينص الدستور فورا بالخيانة العظمى ومصرين على هذه التهمة. نعم خلينا بالسقافة ما بهي سقافة عادي نحن دولتنا مهددة في هذه المرحلة يا جو ما بدنا نلبس قفازات منطقة عم يرسموا خريطة نحن ما عنا سقف وخيمة حدا يدافع عنا شو بنعمل يعني منقول لهم خلي لبنان على الطاولة وشوفكم بتوزعوه كيف بتوطنوا فيه فلان وفلان نعم. لا نحن مقاومة ثقافية ثقافية نحن ضد العنف صحيح نحكي رأينا نحن نشأنا بالحرب ضد العنف وهلأ نحن ضد العنف ولكن لنا رأينا اللي منقوله بكل صراحة ما منخاف حدا إلا ضميرنا ومصلحة الوطن لأنه الكارثة بهالوطن هيدا بيقبض من هون وهيدا بيقبض من هون نعم نعم وبمجتمعنا عانينو تحت التلوث والغذاء اليوم طالع لنا بهيدي التلوث الذري جايبين لنا نعم دكتور يعني المواضيع كثيرة وبتفتح وبتاخذ يعني أكثر دون شك نحن رح نقول للمشاهدين مش أنا برجع أجي دون شك مشاكل من يعني هالكتاب بتلاقي فيه مشاكل الكهرباء والمي والزراعة والتنمية والسلسلة الأجور والمجتمع هاي السقافة بدنا نعيش بمجتمعنا مشاكل نعم رح يستمر المعرض ل 22 أدار تحديدا كل يوم ندعو الشعب ما يسع على أي ساعة بتستقبلوا الناس من الساعة 10 للساعة 9 مساء عظيم كل الناس مدعوين كل المشاهدين مدعوين ليزوروا هذا المهرجان السنوي إن شاء الله بالسنة 35 أيضا بتكون ضيفنا دكتور عصام بدنا نحكي عن هذا المهرجان أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان دكتور عصام خليفة أمين الإعلام بضل حرة نعم. وبإرادة شعبنا الوطن بضل حر دولتنا نعم. بتضل مستقلة نعم. عرفت كيف وان شاء الله السنة الجاية تكون برئاسة جمهورية انتبه نحن علمانيين نعم. يعني بنحترم دولة الرئيس تمام سلام وعلى سلوكه ومواقفه بنحييه نعم. انتبه ما حدا يغلط معنا نعم. بس نحن الدولة إلى جسم نعم ونحن مع كل أعضاء الجسم بتكون موجود أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا لك أهلا وسهلا مشاهدينا طبعا برنامجنا تابع معكم مشاهدينا برنامجنا لليوم بمختلف فقراته طبعا من عالم الثقافة إلى المجتمع ونشاطات المجتمع زميلي شادي بيستضيف السيدتين نائلة حمزة السبع والسيدة ليندا دلغاوي مكرزل لنحن وياهم نضوي على نشاطهم الجديد ولكن بعد هذا الفاصل عودة لمتابعة صباح لبنان صباح الخير لكل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا بها لحظات نهار موفق نهار حلو نهار بتمنى لكم يا تكونوا عم تقربوا أكتر لحلم جديد عم تحلموا وما تخافوا تحلموا لأنه يلي أحلامه ما بتخوف يعني هو ما عم يحلم بطريقة كافية فيضل إيمانكم بحالكم قوي وتابعوا نهاركم بشو ما كنتوا عم تعملوا بطريقة موفقة يا رب على كل حال صباح لبنان بتابع مع موضوعات متنوعة مؤخرا كان يوم المرأة العالمية اللي تم إقراره سنة 75 بـ8 أدار من كل سنة وبفترتها كانت السنة الدولية للمرأة وما زالت المرأة عم تطالب بحقوقها ما زالت المرأة عم تطالب بوجودها بمجتمعنا لنسلط الضوء أكثر على هالموضوع من خلال هالفقرة ضيوف مميزين نطرح معهم موضوع أيضا كان لنا تغطية فيه مع مجلس المرأة العربية رح نحكي أكثر عن أهداف وأهمية هالمجلس وعن نشاطاته ضمن الفقرة التالية نظم مجلس المرأة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية مهرجان المرأة العربية وهو الأول من نوعه بلبنان تحت عنوان مهرجان المرأة العربية لمناسبة يوم المرأة العالمي بتعاون مع مجلس البلدي بمنطقة الحزمية يوم السبت بـ7 أدار الفائت بالقصر البلدي بالحزمية حيث أزيح الستار عن لوحة للأسطورة صباح تكريما لذكراها
بمرافقة مختارات من أغانيها قدمتها أوركسترا قوى الأمن الداخلي الموسيقية. ضيوفي بالستوديو بسرني رحب فيكم مؤسسة ورئيسة مجلس المرأة العربية السيدة لينا الدغلاوي مكرزل. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بي صباح لبنان. كمان بدي صبح بالخير بمديرة العلاقات العامة بمجلس المرأة العربية السيدة نائلة حمزة السبع. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك كمان بي صباح لبنان. حضرتكم معي اليوم لحتى نحكي أكثر عن مجلس المرأة العربية بداية كتعريف لحتى أكثر وأكثر نغوص بتفاصيل هالمجلس، وأيضا نحكي عن الحفل يلي أقيم والمهرجان بذكرى يوم المرأة العالمي. رح أبدأ بداية مع حضرتك ست نائلة، إذا بدي أبدأ بتعريف عن الجمعية، لأنه حضرتك بالكلمة يلي ألقيتيها بالمهرجان كان لك تعريف عن مجلس المرأة العربية. صحيح، بس يا ريت بتمنى تتفضل الرئيسة هي تعرف وأنا بكفي، لأنه بالنهاية هي اللي أسستها. صحيح، رح أحكي هيك بس إذا فيك تعطينا نبذة صغيرة وإرجع أنتقل مع السيدة مكرزل لحتى هيك نغوص بتفاصيل التأسيس والموضوعات. هيك إذا فينا نلخص، كيف منلخص مجلس المرأة اللي هو تحت غطاء المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية اللي هي بدأت بتموز 2013، بلشنا النشاطات طبعا برئاسة ست لينا شوي شوي، يعني ما كنا مكثفين النشاطات لحديت 2014 بنوفمبر 30 الشهر عملنا أول تكريم بدبي وكان تاني إيفنت اللي عملناه هلأ بالحزمي. صحيح، يلي رح نغوص بتفاصيله. انا بتمنى مدام لينا هي تشرح لينا. لا لانه هي اللي اسست. انا أكيد. انا بدي احكي عن ظروف شركة بالموضوع أكيد. لانه كثير بهمني الموضوع وهي تبلش بالموضوع، انا بكفي لك الاهداف والرساله. مدام دغلاوي مكرزل، اول شيء اهلا وسهلا فيك من جديد. شكرا. بدي احكي شوي عن ظروف التاسيس، يعني قد اليوم دور المراه عربيا ولبنانيا ما زال مهمش، وشو كان الحافز الاساسي لاطلاق مجلس المراه العربيه؟ نحن كنا عم نشتغل من وقت ما بلشت المنظمه العربيه للمسؤوليه الاجتماعيه، كان عندنا قسم خاص بالمراه، كنا من سنه 2010 عم نشتغل على هالموضوع. اجتمعنا في يوم من الايام مجلس الامناء للمنظمه، وانا كان عندي فكره اعطي عنوان للقسم اللي عم نشتغل فيه، وتم الاتفاق انه اعطي عنوان مجلس المراه العربيه. هون نحن ما انفصلنا عن المنظمة، بس صار عندنا نشاطات مع عنوان خاص فينا. بلشنا العمل بالضبط بحط المبادئ والأسس 2013 بتموز، حطينا الأهداف، حطينا الرؤية والرسالة للمجلس. انطلقنا بالعمل فعليا بنوفمبر 30 نوفمبر 2014، كان عندنا احتفال بدبي اللي هو كان تكريم لسيدات عاملين انجازات بالمجتمع تبعولهم بمناطقهم ببلادهم. بعد هيدا الايفنت فتنا بالسنه 2015 حطينا خطه عمل شو عندنا للسنوات القادمه لا نشتغل على موضوع المراه بالمسؤوليه الاجتماعيه. صحيح. تذكروا برسالة مجلس المرأة العربية وهو تمكين المرأة العربية وتحفيزها لحتى تكون عضو مشارك ومنتج بمجالات المسؤولية الاجتماعية الاقتصادية التنموية وإلى آخره، مع مخطط لحتى يتطور بكافة القطاعات وتفعيل دورة. هون إذا بدي أحكي مدام سبع شوي عن هالتفعيل، كيف عم بيتم التخطيط له، كيف عم بيتم التعاون، لأنه كمان كان في حضور عربي بالمهرجان يلي شهدناه نهار السبت. أداء التعاون العربي اليوم مهم بهالإطار، وخاصة أنه دور المرأة العربية كمان مازال هيك بعده محدود نوعا ما. أداء مهم هالتواصل مع البلدان العربية، كثير مهم أنه التعاون مع المرأة العربية، والحمد لله لقينا أقبال كتير حلو من جميع السيدات اللي عاملين إنجازات مهمة بمجالات عديدة، إن كانت اقتصادية ولا قضائية. يعني عنا سيدات ولا صحيح، يعني كان في مشاركة، يعني كان الحمد لله كتير. نحنا كنا محظوظين إنه
هالستات قدروا يجوا، بتعرف لانه يعني الوضع البلد شوي ما كتير في يعني الغربيه بدول عربيه ما بيتردد، ايه في تردد كتير صحيح، ولكن احنا حبينا نعمل المهرجان لحتى نعطي هالبوش للبلد كمان، يعني كتير مهمه انه نحن نعطي بوش، والمراه بنعتبرها انه لها دور كبير يعني بالمجتمع طبعا، ان كان ببيتها الام والاخت والزوجه والصديقه، يعني كتير لها دورها مهم، اللي هي فعلا عملت انجازات مهمه مع انه بعد في كتير مشوار طويل يعني. والسيدات اللي اجوا فعلا كتير مراكز مهمه، كان عندنا اول قاضي بعمان صحيح، القاضي الدوليه السناتور تغريد حكمت من مجلس امناء المملكه الاردنيه الهاشميه صحيح. كمان كان في حضور يعني من رئيسة مجلس نادي الإمارات لسيدات هو مجلس الأمناء بيتألف من سيدة متميزة، شخصية واحدة من كل دولة عربية. نعم. يعني عندنا دولة الإمارات ممثلة بالشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي. نعم. هي رئيسة نادي سيدات أعمال الإمارات والمهن الحرة، وعندها خبرات طويلة وناشطة وفاعلة. كان معنا كمان من الأردن عضو مجلس أمناء السيناتور القاضي تغريد حكمت، هي أول امرأة قاضي بالأردن وأول امرأة قاضي بمحكمة الجنايات بالأمم المتحدة. كمان كان معنا الدكتورة هالة جمال، هي عضو مجلس أمناء من مملكة البحرين، هي رئيسة جمعية الرفاع بالبحرين وكمان عضو مجلس سيدات أعمال بالبحرين. يعني هذا التفاعل العربي مهم. من الكويت بعد إذنك، عم كفي، كنت بالكويت عندنا من دولة الكويت الدكتورة منى الغيس. نعم. الدكتورة منى الغيس كانت تشغل منصب ملحد ثقافي من دولة الكويت بلبنان، هلأ هي دكتورة بجامعة الكويت بتعلم. كمان في عنا من الجمهورية اللبنانية السيدة لور سليمان صعب مديرة وكالة الأنباء الوطنية. صحيح. هلأ عم نشتغل بإذن الله لنضم لمجلس أمناء سيدة من كل دولة عربية، بتضم الشرق الأوسط أكيد، دول الخليج ودول شمال أفريقيا. على أي أساس عم يتم التحضير لهالخطوة وكيف عم تتبلور على الأرض؟ يعني كيف رح تم اختيار الأسماء؟ يس، في ترشيحات، في شخصيات بتقدم سيرة ذاتية تبعيتها بتندرس من قبل مجلس أمناء المجلس. نعم. ومجلس حكماء المنظمة العربية كمان، وبيتم الاختيار على الشخصية المناسبة وبيبعث لك كتاب إنه حضرتك تم الاختيار بناء على معطيات ومعايير معينة تنضم للمجلس. والمجلس الحمد لله إنه الشخصيات اللي فيه فاعلة وناشطة بالمجتمع المدني وبخصوص شؤون المرأة. رح نحكي عن هالمزيج أكثر، ولكن بالبداية خلونا نتشارك مع المشاهدين بمقتطفات من مهرجان المرأة العربية يلي أقيم نهار السبت بتعاون مع مجلس بلدية الحازمية، وتم من خلاله تكريم أيضا بغيابة للسيدة صباح الأسطورة الشحرورة، وهيك نشوف أجواء الحفل نتشاركها مع المشاهدين. هي حقيقة تحية شكر لرئيس مجلس البلدي بالحازمية إنه قدم المسرح أكيد. البلدي واستضاف المهرجان. أكيد سيد جون الأسمر تحية كبيرة. Exactly. وأنا كتير حبيت يكون في ذكرى لصباح، لأنه صباح عايشت وماتت بالحازمية، حبيت إنه نعمل لها ذكرى هيك لمسة صغيرة تنقول الله يرحمها هالفنانة، واللي قدم اللوحة مشكور كمان انه قدمها ورسمها بفتره كثير قصيره الفنان بيير بوغاريوس. اكيد. ولوحه انا لقيتها كثير حلوه. اكيد رح نشاركها مع المشاهدين لحتى يعرفوا اكثر عن شو عم نحكي ونرجع نتابع حوارنا. ما اكرم المراه الا كل كريم، وما اهانها الا كل لئيم. وبمناسبه عيد المراه العالمي، أقامت المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وجناحها النسوي الممثل بمجلس المرأة العربية حفل تكريم لسيدات عربيات رائدات في مجال العمل الاجتماعي والإنساني بالتعاون مع بلدية الحازمية. من هي المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية؟ من هو مجلس المرأة العربية؟ وليش هيدا التكريم؟ أول شيء المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية هي شغلتها الهدف تبعها انه تطلع العالم
على شيء اسمه معايير المسؤولية الاجتماعية وشو المفاهيم تبعها، لأنه اليوم إحنا عم نشوف على مستوى العالم العربي موجودة كل الديبارتمنت المسؤولية الاجتماعية، بس للأسف ما حدا عم يعرف شو المفاهيم تبعها. المجلس المرأة العربي هو منبثق عن المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية هي أسست في بيروت ست الدنيا من حوالي 3 سنوات، واللي هي تعنى بكل مسائل ومفاهيم ومعايير المسؤولية الاجتماعية في العالم العربي. واليوم يعني مجلس المرأة العربية في يوم المرأة العالمي هو لتكريم إنجازات المرأة اللبنانية أولا والمرأة العربية ثانيا، وللتضوية على الأنشطة اللي عم تعملها في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية. يأتي هذا الاحتفال في سياق تكريم المرأة العربية لتقدير لإنجازاتها الوطنية التي تحققت خلال السنوات الماضية، وذلك تقديرا من الجهات التي تهتم بالمرأة وترعى مصالحها، ولذلك إذا أكرمنا المرأة أكرمنا المجتمع. ما هو واقع المرأة اليوم على المستوى الاجتماعي والسياسي؟ المرأة العربية باختصار وبشكل مباشر قطعت شوط كبير جدا، ليس كما تصوره كثير من وسائل الإعلام العربية أو حتى بعض البحوث والدراسات الأجنبية. في كل دولة لها وضعها، لها خصوصيتها، وبالتالي يحكم على مكانة المرأة هو مدى موقف الدولة من الاهتمام بالحقوق الأساسية للإنسان. لسوء الحظ أنه نحن المرأة عنا عم ناخدها شيء تاني، وهي نصف المجتمع، وهي الفاعلة في الأعمال الإنسانية بشكل بدون خلفيات وبدون قصد إلا للخير العام، ولذلك نحن مقصرين تجاه المرأة أن نساويها وأن نكون مؤمنين أن هي نصف المجتمع وهي الفاعلة، وواجب أن تكون مشتركة في جميع ما يتعلق لمصلحة مجتمعنا ووطننا. وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، ثم تم توزيع الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات. رسالة أخيرة للمرأة بعيدة، بدنا نبارك لها وطلب علينا. يعني أهم شيء الأمرأة تكون راضية علينا والعالم بألف خير مثل ما بيقولوا. مدام لينا، بدي شوف كيف تم هيك مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، يعني هالحضور العربي بظل الأوضاع عربيا، كيف أقنعتون؟ كيف يعني كان فيه هالقد، يعني المجلس عمره فتى ولكن إنجازاته أهم بكتير من العمر القليل يلي هو تم تأسيسه فيه. قديش هالمصداقية السريعة بالمجلس تم استقطابه من خلال خاصة هالحضور العربي المهم؟ الحمد لله أنه نحن عم نشتغل فريق وعم نشتغل بشفافية وصدق. يعني المجلس الأمناء الجايين من الدول العربية حسوا وآمنوا قد عم نشتغل بصدق وشفافية، وعندنا هدف تارجت موحد لكل المنطقة العربية، كل الدول العربية تبحث عن تمكين المرأة بالمسؤولية الاجتماعية، آمنوا باللي عم نعمله، مشان هيك شرفونا وإجوا. وحقيقة أنا كتير مقدرت لهم إياها عن جد، لأنه الوضع بلبنان غير مستقر مثل ما كنا منعرف للأسف، وكمان دخلوا وإجوا وشاركونا بالمهرجان. صحيح. مدام سبع، إذا بدي أحكي شوي أكتر عن الاهتمام بتأهيل النساء لذوات الاحتياجات الخاصة وتنمية روح العمل، هل من خطوات عم بتم العمل عليها، أو شو المشاريع يلي هيك هلأ بلشتوا يعني تحضروا لها؟ صراحة في كذا مشروع، وهلأ بصدد نعمل مشروع اسمه جديد بدنا ننطلقه، بس بفضل ننطر شوي لأنه نعمل مؤتمر صحفي لإله. نعم. حب نقول اسمه بتخصونا بالعنوان أقلها. أبدع يلي نحنا بنهتم في اهتمام حيكون خاص بكل الشباب يلي عندهم أفكار جديدة أو عندهم
they are creative يعني عندهم انجازات مميزة. نحن حنوقف حدهم ونساعدهم نعملهم ورشات عمل. هيجي دكاترة ومختصين من كذا دولة حتى من دول أجنبية مش بس العربية لنقوي لهم هالتميز اللي عندهم ونعطيهم بوش لحتى يبلشوا بشي يعني نحن نبي نساعدهم. وفي كلمة بحب أقولها كتير مهمة إنه نحن كمجلس المرأة العربية كتير بهمنا نكون متعاونين نحن والرجل يعني نحن اليوم نمشي سوا مع الرجل ما منحب نكون يعني لوحدنا. يعني وصلتنا للسؤال لحدنا أنه وين دور الرجل لا ما أنا كنت فاتتها حقيقة نحن قولوا تفضلي نعمل أنا بقول لهم هدف المجلس مش أنه يسأل عن الرجل أو أنه تو أوفر جامب أو أنه يطغى على وجوده أعوذ بالله. نحن نعمل جنبا إلى جنب مع الرجل طبعا. ما حدا بيستغني عن الآخر بس ما يكون في تهميش لدور المرأة طبعا حل هي سنة الحياة رجل صح. وامرأة لأنه المرأة عندها دور فاعل بالمجتمع من ناحية التربية والتعليم والثقافة. المرأة هي المجتمع نصف المجتمع. المرأة هي المربية يعني إذا قوية المرأة ومكناها اجتماعيا واقتصاديا بينما المجتمع أكثر. نحن سلوغون تبعنا بالمجلس هو مسيرة نحو مجتمع أكثر مسؤولية إنه إذا كان في بالمجتمع مسؤولية مجتمعية أكثر مجتمع بيتطور أكثر من كل النواحي. وأنا بؤمن بشيء إنه أنا ما بنتظر الوطن شو بيعطينا. نحن بدنا نعطي الوطن صحيح. لازم نعطيه كل مبادرة لازم نعطيه للوطن لازم نعطيه. وإكمالا للي قالته مدام نايلة إنه مشروع أبدع بلش بنسمع كتير شبيبي. الشبيبي هم الشبان والشابات مش بس شابات بيقولوا عنا أفكار ما حدا عم بيطلع فينا ما حدا عم بيسمعنا ما حدا عم بيشوفنا. لا في حدا عم بيشوفكن في حدا عم بيسمعكن رح يبلش بإذن الله ونطلقوا بمؤتمر صحفي كبير ونشوف هالشبان وهالشابات شو عندن أفكار لنطورها المواهب نفعلها على الأرض بإذن الله. مشروع كتير ضخم بده كتير شغل وإن شاء الله خير. يعني مجلس المرأة العربية تفضلي. سألت عن الاحتياج الخاص كنا بعد ما صحيح ما كنا بعد سلطنا الضوء عليه إيه يعني نحن هيدا أول إنجاز تبع أبدع بس في خطوات تانية نحن إن شاء الله أكيد حتكون احتياج خاصة كتير مهمة لنا. عم نعمل دراسات لحتى نبلش بشيء حلو أكيد حنطلع بطريقة إن شاء الله مثل المهرجان أو بمؤتمر أو شيء مع الوقت أنتوا سوهم تشجعونا وإن شاء الله نحن دائما رح نكون متابعين على طبعا بالتعاون مع الدول العربية يعني نحن كثير بنهتم بهالموضوع العربي ودول أجنبية كثير في دراسات نتعاون معهم بكثير أشياء يعني اليوم عندهم هن كثير بيساعدوا دول أوروبية ونحن بهمنا هالشيء لنبعث الشباب وصبايا يتثقفوا ويعرفوا أكثر طبعًا. عن هالأمور وإن شاء يعني هالتفاعل اللي عم تحققه إن كان على نطاق لبنان البلد الصغير أو حتى عربياً وحتى الانتشار الأكبر رح نكون متابعين لكم. رح أختم هيك مع مقتطف صغير من جريدة النهار اللبنانية بقلم الوزير السابق زياد بارود اللي كتب عن يوم المرأة العالمي بيقول تعالوا نلغي يوم المرأة العالمي ونحوله يوما عالميا للمرآة نتجرأ فيه وننظر إلى عاكسة واقعنا المخجل المخزي ونحول أيام المرأة لا يومها إلى أيام السنة على مدارها وحتى ذلك الحين فلننظر إلى المرآة والنخجل. عنوان الأرتيكل اللي كتبه يوم المرآة العالمي جميل جدا. نحن نيلنا بهيك مرآة حضرتكم بتجسدوها بمجتمعنا اللبناني وبتعكس حضارتنا للعالم العربي وللعالم. أنا بدي أشكر وجودكم معنا السيدة نائلة حمزة السبع مديرة العلاقات العامة بمجلس المرأة العربية. كمان شرف كتير كبير وجودك معنا السيدة لينا دغلاوي مكرزل وحضرتك مؤسسة ورئيسة مجلس المرأة العربية. يعطيكم ألف عافية على النشاطات. شكر موجه لأيكم. بدي أضيف كلمة بس تفضلي. أنه كتير في سعادة لكل الستات اللي إجوا واللي إن شاء الله حنجيب حيجي أكتر لا بيجوا على لبنان بيحبوا لبنان كتير لازم تعرف هالشي لأنه لبنان بلد
كل الدول العربية بتحبه صراحة، عشان هيك نحن بهمنا كتير انه ننطلق من لبنان. لبنان كلهم يدعوا محبته وبحبوه، بس لو بحبوه لا 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 في محبة، بس الاوضاع ان شاء الله بس تتحسن. لبنان على كل حال العنوان بحبه مغنج، العنوان بحبه على كل حال لبنان مغنج من بين الكل، على امل انه نضل عايشين بسلام ان شاء الله بظل اوضاع هيك امنة وفينا ندهش العالم بقدراتنا. يدا بيد المرأة والرجل. طبعا المرأة والرجل دائما. أهلا وسهلا فيكم. شكرا شرفنا. على استقبالك الحلو وبالتوفيق دائما. شكرا لكم. ميرسي بوكو. رح نتابع عبر صباح لبنان مشاهدينا من موضوعات المجتمع، رح نتابع أيضا بأمراض الجهاز الهضمي مع دكتور فادي دانيال وهو ضيف زميلتي رنا. رنا رح شو عن شو رح تتمحور هيك المقابلة مع ضيفك؟ طبعا اليوم مقابلتنا رح تكون عن بداية شهر التوعية حول سرطان الكولون، ورح نحكي أكثر حول هيدا الموضوع عن أسباب سرطان الكولون، عن كيفية المعالجة، وطبعا الكشف المبكر والحماية والوقاية. تفاصيل مختلفة رح نخدها من ضيفنا دكتور فادي دانيال، وطبعا رح نكون بانتظار اتصالات المشاهدين على 1390 لحتى ناخد أسئلتهم المتعلقة بهيدا الموضوع. أكيد نحن رح نكون متابعين لهاللقاء والمشاهدين كمان. ما تنسوا مشاهدينا بعدين بانتظاركم فقرة نيوتريشن وختام الحلقة مع فقرة أتروفة 1390 إن كل أسئلتكم لدكتور، أو ختاما مع زينة نمرود بريك صغير. صباح لبنان بتابع نوزافينج، خليكم معنا. صباح لبنان مكمل معكم مشاهدينا، الفقرة التالية هي فقرة سانتي مع دكتور فادي دانيال. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج. اليوم لقاءنا لنحكي أكثر عن سرطان الكولون، وخاصة مع بداية هذا الشهر يلي هو شهر مخصص للتوعية حول سرطان الكولون. طبعا السرطان مثل كتار من الأمراض فيه هو بالأحرى هو قابل للوقاية، قابل للعلاج، ولكن أدي فيه قبولية أيضا للشفاء من هذا المرض. مزبوط. إذا بدنا نبلش يعني سرطان الكولون سرطان كتير شائع. اللايف تايم ريسك إنه واحد يعمل سرطان الكولون بخلال حياته كان رجال أو كان مرأة 3-5%. والأحلى من هيك مثل ما تفضلتي قلتي إنه هالسرطان فينا نعمل له وقاية مثله مثل سرطان الثدي، لأنه هالسرطان ما بيخلق بين ليلة وضحاها، ببلش بشكل صغير على عمر 50 اسمه بوليب أو لحمية. وأهمية الطب الوقائي اللي حتى نقدر نميز، يعني التشخيص بيتم على أثر عوارض في حال بيجيبوا لعندك مريض، فيها نحكي بعدين شو هن العوارض، بس يستحسن للتوعية، هي أهم شيء للتوعية، مش إنه يعرفوا شو العوارض في حال يشكوا فيها، بس أهم التوعية هدفها الأساسي هي التوعية الأساسية، يعني نخلي العالم يروحوا يعملوا كشف مبكر حتى تلاقي الشغلة قبل ما تعطي عوارض، وهذا أسلم طريقة لحتى تقدري تعطي سيرفايفل ونتائج. يعني بس بلشوا العوارض، يعني احنا بلشنا بفاز بتكون تأخرنا اكيد بنكون تأخرنا. بحب نحكي عن العوارض، رح نحكي عن العوارض. أوكي. بس قبل خلينا نذكر المشاهدين انه حابب انتظار اتصالاتهم على 0178880 او 01 او 02، طبعا لاي سؤال بيتعلق بهذا الموضوع لا دكتور فادي دانيال، او على 88216227464 من خارج لبنان. بداية ذكرت دكتور عمر 50 سنة. نعم. على 50 سنة ببلش الخطر الإصابة يكتر، يعني بعمر الخمسين لازم يكون خطر الإصابة هو سرطان الكولون، بما أنه قلت لك الشغل المحفز أكتر شيء هي العمر. نعم. كل ما بنتقدم بالعمر كل ما احتمال أنه نصاب بسرطان الكولون بزيد. أوكي. العمر تبعه المتوسط هو بين 60-70 سنة، هذا العمر المتوسط تبع سرطان الكولون. ببلش على 50 هو اللي بسموه الليزيون بري كانسيروز، يعني الشغلة اللي راح تحفز لحتى يصير، اللي هي هذا البوليب اللي حكينا عنه، يلي برجع بذكر ما بيعطي أي عوارض. البوليب نوع من التوليد بالمصران، هني أورام غير خبيثة، إذا تركت ما تشخص عنها على 50 عند الناس اللي ما عندهم أي عوارض، ومية شخص على 50 ما عندهم أي عوارض جهاز هضمي، إذا بتعملي منظار، المنظار هو الطريقة لحتى تكشفي على البوليبات بقلب الكولون. نعم. هل 15-20% عندهم ريسك إنه يعملوا مشروع إذا بدي كانسير بعد 15-20 سنة
بالستين سبعين ثمانين سنة من العمر. فهيدا هو الشغلة. إذا كان عنا عوارض على الخمسين أكيد هيدا الداعي تاني حتى نستقصي هالعوارض رح نرجع إذا بدك نفصل شو العوارض لازم واحد ينتبه لها. بس اللي بحب شدد عليه إنه الوقاية من سرطان القولون هلأ بتشبه كتير طريقة الوقاية والتوعية من سرطان الثدي عند المرأة. كمان سرطان الثدي هو سرطان كتير شائع، بقولوا مرة من أصل تسعة بحياتها رح تعمل سرطان ثدي. وسرطان الثدي كمان ما بيخلق بين ليلة وضحاها. فطريقة الكشف المبكر هي إنه كل مرة بعد عمر الأربعين تعمل سنويا صورة للثدي. زيت المبدأ بينطبق على نادور الكولون للرجال والنسوان بعد عمر الخمسين، مع الفرق إنه ما رح تعمليه كل سنة. النادور الطبيعي بيدير بخمسة لعشر سنين. احتمال في بوليب ونشيل له البوليبات حسب نوعه وحسب حجمه. بتصير في متابعة. يعني هذا بدنا نميز بين هودي الحالتين، بين الحالة الوقائية الأولية نحن بسموها بريفنسيون بريمير اللي بتتوجه لناس ما عندهم أي عوارض. هون الصعوبة تقنعي شخص أنه ما عنده أي عوارض يروح يعمل فحص كشف مبكر. كان تقنعي سيدي أنه تعمل فحص الثدي الشعاعي كل سنة، أو تقنعي رجال أو مرة تعمل فحص انفيزيف أكتر مثل النادور يلي هو أنسب واحد. بس أمينة في فحوصات تانية أقل إذا بدك تدخلية، بس كمان بدك المريض يكون مقتنع أنه فيها دا يروح يشوف الطبيب. ما هي المشكلة أنه ما عندنا نحن ثقافة المتابعة، لأنه عادة لنوجع ولنكون كتير تعبانين. صحيح، هيدا غلط. هيدا الحالة البشرية وين ما كان. ما عندنا فحوصات دورية بنعملها سنويا أو كل فترة. طب شو هي أبرز الأسباب لسرطان القولون؟ أسباب أول شيء قلت لك العمر، كلنا مع العمر شئنا أم أبينا عنا هريج 3-5%. في أسباب أكيدة عائلية، أسباب وراثية. هلأ كيف بنميز بيناتهم؟ عادة الأسباب الوراثية المرتبطة بجينات معينة معروفة وموصفة بتأدي لسرطان القولون بعمر مبكر. يعني هودي أكيدة حالات كتير مزعجة أو نادرة، بس أكيد بتسمعي فيها إنه شخص بأول عمره 20-30 سنة عمل دمبل وخروج طلع عنده سرطان بعد سنة توفى. عادة هيك سرطانات بيكونوا بيكتشفوا بوقت متقدم بنسبة متقدمة أكثر، بيكونوا سريعين معظم الأحيان. فهودي هن الميجر إيشوز. يعني في عندك الاستعداد الجيني، بس أهم من الاستعداد الجيني اللي هو بين إذا 100 سرطان القولون اللي وراهم استعداد جيني ما بيتعدوا 5%. استعداد الأساسي هو العمر. هلأ في أكيد قصص من ناحية الأكل، من ناحية المدة فيه بيقدر أكيد يعمل موديليشن. عشان هيك من ليه إنه إذا بتطلع على نسبة وجود السرطان القولون بالعالم تختلف بين محلات والتاني. وتفسيرها هيدا إنه يمكن اختلاف طريقة الأكل، اختلاف اللايف ستايل، اختلاف طريقة العيش مثل الدخان، اختلاف الألكول، مثل نسبة البدانة. هون إذا بتحب نحكي كمان القصص مش المسبب بمحد ذاته، بس أكيد المسهل لما يكون عندك استعداد عائلة بجيناتك هو البدانة. البدانة اسم إبيداميك. أكيد البدانة في عندها شق كوزماتيك يعني مظهري مهم النسوان أكتر. بس البدانة نحن من ناحية الطبية ما كتير بتعنينا من ناحية الكوزماتيك. شق الصحي البدانة بتأثر العمر. بتأثر العمر بطريقتين، بتعمل تصلب بالشرايين بيؤدي للجلطة والذبحة. إذا واحد زمط بواسط علو الكوليسترول وضغط الدم، إذا زمطت منهم هو كلهم عندك بتزيد نسبة 13 سرطان مختلف. منهم سرطان القولون. دونك لايف ستايل أكيد كل ما بتزيد البدانة لاحظوا إنه في ازدياد بنسبة الحصول سرطان القولون. فهي البدانة حب ركز عليها كان من ناحية اللايف ستايل. ناهيك عن البقية مثل الألكول، مثل الدخان، كل هودي هن مسببات مثل الأكل. أكل اللحوم. يعني أكل اللحوم الأخص الباربيكيو بعد الهيدا، مش اللحم النيل، اللحم الحمراء المشوية، لأنه حطوا على الباربيكيو كترة الباربيكيو. هلا باربيكيو بالسنة حتى ما يكون ما نقول ما هالما المشكلة، بس اللي بياكلوا كتير الحومين بالأخص من أمريكا الشمالية، اللحمة لما تنحط على وخاصة لما تنحرق بتأدي لأساس مسرطنة. عم تاخد الكربون يعني. بالكربون 100% مشتقات هيدروكربون بيأدوا لأساس مسرطنة. دونك هيدا واحد. في كمان فاكتور حماية لازم نعرفه، انه ينصح اذا بدك تفادي سرطان القولون بدك تكوني ما تكوني بدينة. رح نحكي عن هيدا المواضيع. خلينا ناخد اتصال حتى ما نطر هدى معنا على الخط. صباح الخير هدى. ألو. صباح الخير. صباح النور. تفضلي. بدي أحكي مع الدكتور، بدي استشيره بشغلة. دكتور أنا من الناس اللي صار معي قرحة نتيجة الأتش بايلوري. عملت أول نادور، بعد 3 أشهر عملت النادور الثاني على أساس أنه راحت الأتش بايلوري. عملت النافخ طلع أنه راحت، رجعت عملت نادور ثاني طلع أنه لا باقي.
بعدها. ومرت 6 أشهر فتحت من العوارض، هلأ راجع العوارض، معقول تكون الأتش بايلوري بعدها والقرحة بعدها؟ مدام كله معقول، بس هون بلفت نظرك لشغلة، إنه فحص النفس إذا بينعمل ما بتكوني موقفة أدوية الأسيد في يطلع فولس نيجاتيف. هلأ لما تعمل علاج لإليكوباكتر نسبة إنه يروح ما بتعدى 80% حسب شو هو العلاج، وبرضه نسبة إنك ترجع تلقطي قليلة بس منا معدومة، يعني في بيقولوا 1% بالسنة فيك ترجع تلقطي إليكوباكتر. هلأ القصة كلها السؤال اللي عم تسأليه مزبوط، هل الإليكوباكتر هو مرتبط بعوارضك؟ هاي الطريقة الوحيدة اللي تعرفيها هو ترجع تعمل منظار تاني لتشوفي معدتك كيف عم تتفاعل معه لإليكوباكتر، طيب حتى تقدر تجاوبي على السؤال. بعد سؤال، الاتش بايلوري هي من مسببين الكانسر بالمعدة؟ أكيد نعم، الاتش بايلوري مصنف بمنظمة الصحة العملية كمسلطن درجة أولى. هلأ حتى ما نخوف العالم، تعرفي نسبة وجود إليكوباكتر بايلوري بالعالم هي 40-60% من عامة الشعب بالعالم. لو كان كل الإليكوباكتر بالمعدة بيؤدي لسرطان المعدة، كان سرطان المعدة أول سرطان بالعالم، أول سبب للوفيات، اللي هالشغلة منا صحيحة. بس بنعرف كمان إنه مش كل ما كان في إليكوباكتر بدنا نقيمه، بدنا نشوف كيف معدة عم تتفاعل معه، هيدا أول مساج. والأكيد إذا عندك بعائلتك ناس بسموه انسباء درجة أولى، يعني بمعنى آخر بيك أمك خيك أختك عملوا سرطان للمعدة، شو ما كان تفاعلك مع إليكوباكتر لازم تنشيل، لأنه ساعتها بنعد لأنه هالعالم تفاعلوا معه بشكل عاطل، بما أنه هن انسباء لإلك بجوز يكون عندك إذا بدك جينات كما معهم أو متصلة معهم، فعشان هيك يستحسن شيله. بس برات هالحالة اللي هي سرطان المعدة بالأنسبة ما بنقيمة إلا بحالات موصفة، وقت يكون في أرحب المعدة، في طريقة تفاعل مع عاطل، هيدي يعني مش كل ما وجد إليكوباكتير إذا في أي عوارض بدها هيدي بترجع هون لدقة الطبيب وللتحليل بواسطة النظر. هدى عم نشكرك على اتصالك وأكيد سلامة قلبك. دكتور، القرحة معقول تسبب كانسير؟ القرحة هون عم نحكي عن شغلة مختلفة عن الكولون. القرحة هي بالمعدة. نعم. القرحة ما بتسبب كانسير، بس أوقات القرحة بتم تشخيصها بالنضول، القرحة فيها تفرجي كانسير، يعني السرطان تبع المعدة في فرجي حاله بشكل قرحة، ما بتقدر تميزي. نعم. أنت عن نظر من قرحة عادي. فهون لازم نميز بين قرحة المعدة وبين قرحة الاثني عشر. قرحة المعدة مرة على اثنين فيها تكون عم بتفرجي سرطان، بالأخص إذا رجل كبير وبيدخن وعنده بدين وكل هول الأخبار. والطريقة الوحيدة لحتى نتأكد منها هي ناخد زرع من القرحة، بينما قرحة الاثني عشر استثنائيا وحالات نادرة لتكون عم بتفرجي نوع من الكانسر. هذا لازم يتم التمييز بينه. طب شو العوارض اللي بتظهر على المريض؟ ومثل ما فسرت لنا يعني بس نبلش نشوف عوارض، يعني نحن صرنا ب مرحلة متقدمة. مزبوط. هلأ هون العوارض غير خصوصية، بتعرفي كل أمراض الجهاز الهضمي، كنا عم نحكي عن سرطان الكولون غير سرطان الكولون، كلهم 6-7 عوارض. نعم. كل المشاكل تبع الجهاز الهضمي العضوية تقدر تخبى وراهم، يعني عندك لعي النفس وعصر هضم وجع بطن وكتام وسهيل ونفخ ودم بالخروج وحرق وحمضة. نعم. هودي عملتي راوند أب لكل هودي، هن عوارض الجهاز الهضمي. أوكي. فكل القصة كلها تعرفي هول بيجيبوا المريض لعندك، القصة كلها تعرفي هلا عوارض البرانية اللي هن شايفينه بيدوا للمريض بشو مرتبطين، وهذا أكيد في عملية التشخيص بدها تتم من الفحص السريري للفحص المخبري لفحص التنظير للصور الشعاعية لحتى تقدري بالنهاية تحطي تشخيص. نعم. لأنه فرض عارض من هودي اللي سميت اللي هن في أسباب متعددة لحتى تقدر تكون وراء. نعم. هون أهمية. بس كانسير الكولون يعني بيكون مرتبط بكل العوارض أو بعرض العارضين منه؟ في شيء اسمه نحن بنسميه ريد فلاج، لازم مريض يعني كل شخص ما كان بو شيء بعد عمر 50 بيصير في عنده مشاكل خروج. أوكي. مشاكل خروج اللي كان من ناحية الإسهال أو كان من ناحية الكتان. كل شخص ما يصير عنده وجع بطن ما بحياته كان يشكي من وجع بطن أو نفخة أو عصر هضم بهم ما لازم يهمله، لأنه هودي إذا بدك سرطان بالكولون حتى يثبت العكس. نعم. كل شخص بيصير يضعف، بيصير تروح قبليته الوجع، بيصير يقوم بالليل، كلهم هودي عوارض محفزة بنسميه نحن ريد فلاجز، بنخاف وقت ما يجي لعنا لقلهم. من الناحية الأخرى كمان حتى من خوف العالم، تعرفنا أنه عندنا في مرض الجهاز الهضمي اللي هو أول سبب لحتى العالم يشوفه لمشانه حكيم الجهاز الهضمي هو مصران العصبي أو القولون العصبي أو القولون الإريتال أو مصران الغليظ اللي على كل لبنانية. في يكون عندك مصران غليظ كل حياتك من أنت وصغيرة،
بس المشكلة بهذا هو العالم اللي هن بشكل اسم كبير من مرضانا انه مع العمر نسبة وجود مشاكل عضوية مثلاً بتزيد. هون أهمية ترجع تحلل عوارض المريض، أي تغرير بهالعوارض، أي إذا بدك إذا صار الوجع كان يرتكن على المسكن، ما لازم لا بدي جرب المحمول، لازم يرجع يستشير طبيب. وهذا هو المستشار الأساسي. يعني الجسم أصلاً فيه مشاكل خاصة بالجهاز الهضمي، بيكون مهيئ الشخص إنه يعمل كانسير أكثر. أكيد تريك هذا الاستعداد الجيني والوراثي بالعائلة. يعني أول استعداد من ناحية هو القصة العائلية. عمرك كلنا مع العمر مثل ما الكانسير قوم يزيد، كل المشاكل العضويه بتزيد مع العمر. اذا عندك حالة عائليه من نسيب درجه اولى، بيك عمك اختك، كل هودي في بروبابيليتي عاليه، بس بتضل بروبابيليتي، ما في 100%. طبعا. لو كان في 100% او 0% ما كنا عم نحكي باحتمال. طبعا. هيدي فلازم ما يهملوا اي عارض بالاخص من الجهاز الهضمي، من اللي قلنا عنه، يعني اوجع بطن، نفخه، عصر هضم مثل ما بيقولوا له. حتى هون كمان شغله ثانيه، انه كل شيء بأوله بيكون متقطع، يعني مثل ما قلت، مثل واحد بيسمع تكي بعربيته إلا بيطنش، بيسمعها شوي أكثر، ما لازم شيء إنه يسمع، لازم يروح، لأنه طبعا. هدف كل شيء بينكشف عليه مبكر شو ما كان. في ناس بيقولك ما بدي أعرف، هيدا أنا بحس إنه حرام. يعني شخص معلم يقول لك هيك أو بتنصدمي قديه، بيقول لك ما بدي أعرف، لازم نظهر القطع ونعرض حالنا على طبيب وخلي هو يشخص، مش نتكي على إكس وإيجري. رح ناخد اتصال أيضا. ألو. الو، اهلا. بدي احكي حكيم. انا عندي حريق بالبول. كلمتي بعد بدي بروح انا اليوم، موضوع كثير كثير، ما خلص حكيم نظور وكل شيء، بعطوني دواء مسكن مثل بعضها. اليوم ايه كثير موجوعه، عندك دواء اسمه نوركسين، ما في شيء فايده، ما في شيء فايده. عم نشوف شو الطريقه اذا بتريد. مادام الطريقه هي انك تعملي شويه فحوصات ادق وتروحي اغمق بالامور، لانه بتعرف مثل ما كنا عم نقول الوجع ما له اي خصوصيه، بالاخص وجع البطن. وجع البطن لما يكون في يكون مرتبط بالجهاز الهضمي، بس في يكون مرتبط بالجهاز التناسل النسائي، وفي يكون مرتبط كمان بالمسالك البوليه. فاذا عندك حريق بالبول، اول شيء واحد بيطلع عليه على مجاري البول اذا في بحصه، يعني بدك تكوني مصوره. واذا طلع بكل الاستقصاءات بالمسالك البوليه ما في شيء، بدك كمان تشوفي اذا عملت نادور للكولون طبعك اذا في شيء بيفسر. يعني الوجع البطن هو اقل وجع عنده خصوصيه، لانه في ثلاث اعضاء مختلفين جوات البطن بيقدروا يسببوه، اثنين منهم غير الجهاز الهضمي، هن بالاخص عند النسوان هو الاعضاء التناسليه والجوانية والمجاري البولية أكيد والكلى. دونك أكيد بدك تشوفي حكيم، بده يتم تشخيص بعد ما، يعني ما في واحد يجاوبك. يعني الوجع في اللي خدم سكن وخسر، بس القصة مش هيك، بدك تعرفي هالوجع بشو مرتبط لحتى تقدري تعالجي سببيا. نعم، شكرا شكرا لاتصالك، وأكيد سلامة قلبك. دكتور، العلاج بيكون عادة بعملية جراحية أو بيكون بعلاجات معينة أو حتى بكل حالة؟ حسب كل حالة، بس أكيد المبدأ الأساسي شو ما كان السرطان، العلاج الوحيد الشافي والناجح هو الاستئصاء. نعم. الاستئصاء لازم يكون كامل. أوكي. فأول شيء هو العمل الجراحي، والعمل الجراحي بيعطيك أكيد القدرة على أنك تشوفي مدى اختراق هالسرطان، إذا عم نحكي بسرطان القولون، بالجدار تبع القولون. كل ما بيكون هالقولون مخترق لما يتتحلل المنطقة اللي استؤصلت على المجهر بيقدر يقول لك حسب، نعمل شيء اسمه ستيجين، يعني إذا هالمرض محصور جوات القولون، هل ظاهر قد ايه ظاهر بجدار القولون، هل ظاهر برات جدار القولون، يعني من شيط من الغدد اللمفوية، أو هل رايح أبعد من القولون. من ناحية أول محل بيروح له هو الكبد، تعرف الكبد كل أغلبية السرطانات تبع الجهاز الهضمي بالنهاية أول ليلة قالوا لما بدهم يطلعوا من الجهاز الهضمي هو الكبد، وسنويا بيصير فيه الروية بسرطان القولون. نحن لما نشوف المريض بيتم التشخيص بواسطة المنظار، ناخذ زرع، لأنه زرع هو التشخيص نسيج، الزرع كناية عن تاخذي شقفة صغيرة من هالورم، بيندرس على المجهر بشوف الخلايا السرطانية فيه، بعدين بدنا نشوف إذا في لزوم نعمل له عملية ولا لا، لأنه في حال منتشر بكل الجسم العملية ما رح بيكون إلا عازة، يعني فيك التعملية حتى ما ينزف، بس من هي ما رح تطولي له عمره بالعملية. نعم. بهيك حالة بيكون بس في علاج كيموثيرابي. أول شيء لما فينا نعمل عملية أكيد بدك المريض يحمل العملية، كمان حسب نشوف إذا عنده أمراض قلب، أمراض رئة، أمراض كلى، عمره كله والأخبار. متى ما بيحمل العملية أهم وأول شيء لازم نستأصل هالدواء وحسب هالورم، وبعد ما تنزرع هالورم بيقدر ينعرف اذا في زوم لاكمال كيموثيرابي. الكيموثيرابي هون بتكون اهميه، اذا استأصلنا كل شيء، اذا في خلايا طلعت
وما منا مبينة بعد نايمة بشي محل معين، الكيموثيرابي هدفها أنها تقضي عليها حتى تخفض نسبة حدوث. وبعد الاستئصال ما في خوف أنه يكون أو يعاود المرض بعد فترة؟ كله مرتبط بالستيجينج تبعه، إذا كان محصور بقلب الكولون، الكولون إذا بديك عنا أتليس بالجهاز الهضمي ببيض الوجه، لأنه من ناحية السبب على المدى الطويل إذا بك لا سمح الله تتمني ولا بد سرطان بالجهاز الهضمي ولا بد لا محالة لحدا بيقربك لحدا بيخصي، الكولون أحسن واحد، لأنه بقيتهم بقيت ما تبقى السيرفايفل تبعه لعدل أسباب متعددة كتير ضئيل. بس بيبقى أنه يكون الكشف مبكر، إذا كشف مبكر بيقدر يصح بنسبة تتعدى 90%. يعني 90% يعني الناس التانية بعد 5 سنين موجودين. كل ما بيكون حتى التوستات كونفوندو، يعني شو ما كان، يعني 4 ستيجز، كل ما كان حتى شو ما كان استاد اللي بيجي فيه المريض، عندك بالنهاية أكثر من 60% بعيشوا بعد 5 سنين، بأنه صار فيه كمان علاجات كيميائية كتير متطورة، حتى لو اكتشف بوضع متطور وتم استئصاله، العلاجات الكيميائية بتقدر تسيطر عليه لفترة طويلة، مما بيعطيك مين سيرفايفل نحن بنقوله، أو عيشة متوسطة كتير مقبولة نسبة لغير سرطان. نعم، بيبقى الهدف من هيدا الشهر بالتحديد نشر التوعية حول سرطان الكولون، الكشف المبكر، لأنه الكشف المبكر حتى مرتبط ما بيكون بعد فيه أي عوارض. هيدا صعوبة. هلأ بالكشف المبكر قلت لك في الأوتيل الأساسي أو المصدر العنصر الأساسي اللي لازم يستعمل هو النادور. هلأ النادور يمكن العالم يشوفوه إنه مزعج وانفيزيف، في طرق غير نون انفيزيف اللي اهمها وكثير بسيطه واثبتت علميا انه بتخفض نسبه المورتاليتي على المدى الطويل من سرطان الكولون، اللي هو فحص الخروج. اكيد ما انه فحص الخروج اللي بنعمله ما يكون في اذا التهاب، وفحص خروج لنشوف اذا في دم غير مرئي بالخروج. عرفت علي؟ في حال وجد اكيد النادور مستلزم. يعني يلي ما بده، يعني بيكون خطوه اولى قبل 100%. يعني لازم واحد يشوف حكيم، عاده طبيب الصحه او طبيب العام، لحتى يحكي معه انه شو بده الجولد ستاندرد يلي هو ليه، لانه فحص الخروج كان بدنا نعرف انه منه 100%. يعني اذا بعطيك مثلا، اذا في 100 شخص عندهم سرطان الكولون مؤكد، بتعمل لهم فحص خروج اسمه FOBT بحثا عن الدم، في عندك 30-40% بيكون نيجاتيف، بس بيكون عندهم سرطان. بس اكيد لما وحتى في اوقات بيكون في فولس بوزيتيف، يعني مش معقول لما يكون فولس بوزيتيف بتلاقي شيء، بس اتليست هو في نوع من القبول اكثر من النادور، وهذا اللي نعرضه على المريض في حال منه مستعد يعمل نادور كولونوسكوبي. بس اكيد لازم ينعرض شيء كبريفنتيف تيست طبعا ابارتير من عمر الـ50. نعم، خاصه للاشخاص اللي عندهم المرض سرطان الكولون بالعائله. اكيد ديجا عندك العمر وعندك الفاميلي هيستوري هاوسين، وبالاخص اذا كان في سكري، اذا كان في بدينه، اذا كان بيدخن، اذا كان بيشرب كحول، اذا كان بياكل كثير دهون، يعني كل هودي عوامل كمان مسهله لهالشيء مع العمر اللي هو المصدر الاساسي والقصه العائليه. نعم، يعني اكيد هيك بنقول لكل مشاهدين ان شاء الله ما حدا بيوصل لهيدي المرحله، ولكن مثل ما دائما بنقول دائما بنركز الكشف المبكر دائما هو اول خطوه بالشفاء. يعني لهالدرجه الكشف المبكر هو عنصر اساسي، ومثل ما حملات التوعيه حول الكشف المبكر لسرطان الثدي عم تاتي بثمار ايجابيه خاصه عند النساء، على امل ايضا انه هيدي الحمله كمان يكون لها اصداء جد ايجابيه للكشف المبكر عند الرجال والنساء، لانه هيدا المرض سرطان الكولون بصيب الاثنين سوا. دكتور فادي دانيال، عم بشكرك كثير على وجودك معنا، حضرتك متخصص بامراض الجهاز الهضمي والكبد، على كل التفاصيل يلي اعطيتنا اياهم، وكل التوفيق لك يا عمالك. أهلا وسهلا. مرسي لألي مجرنا. من فقرة سانتي رح نروح نحن وياكم مشاهدينا لفقرة نتروشن لليوم مع مايا وجو. كيفكم اليوم؟ هاي رنا، شو أخباري؟ سابا، شو حاضرين لنا لليوم؟ ما في خبر شو كان صاير معنا هيك على البحث. أنا ومايا بكل أحوال نحن رح ننتقل لمطبخ تلفزيون لبنان بصبحيتنا مشاهدينا، ورح نتابع أخصائي التغذية مايا نحول بشو رح تحضر لنا لليوم كبديل. أفوكادو كوكيز رح يكون نوع من أنواع البديل، صحيح، عن أشياء تانية. صح، يعني عم نستعمل فيهم أشياء خفيفة، ما فيهم زبدة، ما فيهم بيض، ما فيهم حليب، وفيهم افوكا كتير طيبين انتغونا. خلصت الفقره، ثانك يو. خلص يلا نشوفكم مشاهدينا، وهلا بنرجع لرنا. لا اكيد ناطرينكم لناخذ كل التبس من مايا عن كيفيه تحضيرها، ولكن بعد هالفصل الاعلاني. مشاهدينا متابعين نحن وياكم باطار برنامجنا لليوم، طبعا فقراتنا مستمره مثل ما صرتوا عارفين، فقره التغذيه مع مايا نحول بعد لحظات.
مايا عن جديد صباح الخير لك واهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. ميرسي وبونجور للكل اكيد. بونجورين مايا، شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم مثل ما قلنا قبل انه بدنا نعمل كوكيز بالافوكا. نعم. وما راح يكون اكيد فيهم زبده ولا بيض ولا حليب لكل الاشخاص يمكن القاطعين، وحتى هدول ممكن ناخذهم نحن بحياتنا الطبيعيه كسناك كحتى دسير هيك خفيف وطيب، وبذات الوقت راح يكون فيهم اكيد راح اعطيك المكونات اذا بدك. نعم. هلا بفرد مره شو رايكم؟ يلا بدنا للهول الكوكيز بيعملوها تقريبا 10 ل 12 وحده كوكي. بدنا نص كبايه طحين الشوفان. اوكي. بكل بساطه انا جبت الشوفان وطحنتهم، صار عندي طحين. احلى ما نشتري طحين شوفان وكثير غالي. بس فينا نشتري طحين شوفان، الناس اللي بتلاقي انا بكي بس ليك غالي على الفاضي صراحه. يعني ففينا نشتري الشوفان ونطحنهم عادي، وبعدين هيك بيضاينوا اكثر. فينا نستعملهم او كشوفان حب او كطحين. اوكي. كمان بدي نص كباية طحين أسمر أو أبيض مثل ما بتكون. في عندي هون 3 كباية سكر ستيفيا، يعني أوكي. بيطلعوا تقريبا سكر ستيفيا شو يعني؟ السكر اللي هو خاص بالدايت. مظبوط، اللي هو جاي من النبتة، ما إنه أكسسيال ناتشورال يعني. أوكي. هدول بيطلعوا 3 كباية يعني شي 3 ملاعق كبيرة. في عندي ملعقة صغيرة بيكنج سودا. أوكي. نص ملعقة بيكنج باودر وربع ملعقة ملح. عظيم. دايما بالحلو لازم نحط شوي ملح حتى يقوي النكهات. عندي بس كمية خفيفة اكيد. اكيد ماشي، يعني ربع ملعقة غشة بيطلعوا. في عندي ملعقتين كبار سكر اسمر. عندي بلوبري، فينا نزيدهم بخلطة الكوكيز وفينا حدهم. دايما مايا بتركزي على بلوبري. مزبوط، لانه كثير عن جد مفيدين. عنده منافع انتي كانسير انتي اوكسيدان، كثير منيح للشيخوخة. واكيد المكون الاساسي بالكوكيز هن افوكا. لهالكميه بدنا حبه افوكا وحده. أوكي. وانا راح احط لهم زاده موزه وحده كرمال هيك يكونوا شوي اطرى شوي وحلوين. مزبوط. اوكي رح نبلش. يلا بنبلش عليهم. دخلك ما في عنا شيء هيك مخلوط ومكبون فوق بعض. بلا كده رح كب بس. يلا اوكي. هلا الافوكا انا راح اقصها حتى نمعسها هيك. بتعرفي نحن بمطبخنا اللبناني بيفتقر شوي للافوكا، يعني ما كثير بنستعمل الافوكا بالمطبخ اللبناني على الرغم من انه كثير في فوائد. فهلا باخر فتره بلشنا نشوف كثير سلطات فيهم افوكا وصار يدخل اكثر باكلاتنا. صح مزبوط. ما بدها تنزل. هيا لك. ثانك يو مايا. مزبوط مايا. صح مثل ما عم بتقول جو، لانه اصلا الافوكا عنده منافع يمكن العالم ما كثير بتركز عليها او انه اكثر شيء بخافوا منه لانه فيه كثير كالوريز. أوكي. وهون بدي اشير على شغله، انه في كثير عالم بيفكروا انه الافوكا هو فاكهه. هلا الافوكا نحن وقت نعده بالكالوريز اذا بدك هو دهون بينعد. بس اكيد الدهون فيه مفيده لصحتنا. هي دهون غير مشبعه، هي دهون البوزيتيف يعني الايجابيه مش السلبيه. جود فات. صح مزبوط. ومزبوط انه فيه كالوريز، بس فينا كل يوم نحن اذا عم ناخذ مثل انه نظام غذائي يعني سليم وما فيه كتير تخبيصات بحقلنا بنص أفوكاية بنهار يلي هي عم بحكي شوي إذا بدنا أصغر من هيدا. تقريبا بيكون فيها يعني هي كل هاي إذا بنقسمها 3 ترانشات كل ترانش فيها 50، يعني هيدا بيكون فيها 150. 150 نحن فينا ناخد قداش كل يوم أفوكا؟ 100 150 ولا قداش؟ نص واحدة صغيرة. يعني بتطلع بين 100 وال 150 كالوري. هلا أكيد أنا مثل ما قلت هون عم بس هيك عم فضل أفوكاية. مزبوط. حتى نمعسون. خلينا هاي هون تمعسون. يلا انا عم بخلط المقادير عليهم. اوكي هلا بالشوكه ولا بالملعقه؟ لا بالشوكه. اوكي هلا بغير بول بدي انا ازيد النواشف يلي هن طحين الشوفان مثل ما قلنا نص كبايه. اوكي طحين اسمر او ابيض كمان نص كبايه. اكيد بدي الستيفيا يلي هي 3 كبايه مثل ما قلنا. السكر الاسمر فينا نخلطه مع الافوكا اذا بدك دغري بنفس الوقت. مزبوط. وبدي احط البيكنج سودا بيكنج باودر والملح. مثل كل مره ما بترجعي بتقولي انه بين السكر الاسمر والابيض ما في فرق. صح ما في فرق، بس هو منه مكرر يعني. أوكي. بعده لونه اسمر بس. أوكي. هيدا الفرق. بس مش كالوريز اقل ولا شيء لكل الناس اللي بيفكروا هيك ابدا. أوكي. عندي كمان ملعقه واحده زيت. ملعقه صغيره يعني منها كثير زيت نباتي. مزبوط.
من بعد ما نعملهم بيوري اللي بصير انه بدي اخلط معهم المكونات الناشفه بس بدهم بعد شوي شوي بعد انا هون في عندي شغله ما حكيت عنها اللي هي بدل البيض عندي بذر الشيا اذا ملاحظ هون انا نقعتهم بدل عن البيض صح انا هون نقعتهم بمي لكيف صاروا جال ما عم بيوقعوا بقى فهيك بيقسوا هذا بذر الشيا هيدي ملعقه واحده كبيره بس على المي بيكتروا يعني بملعقه واحده الشيا بدي احط لها تقريبا 3 او 5 ل 5 ملاعق كبار مي حسب انا قد بحب الكميه تكون يعني البذر الشيا قبل مره حكينا عنه غني كثير بالكالسيوم يعني حتى فيه كالسيوم اكثر من الحليب ومش بس هيك كمان فيه اوميجا 3 يعني ايام دائما بنحكي عن اوميجا 3 موجود بالسمك لا كمان كثير بكميات عاليه موجود بالبذر الشيا من وين فينا نشتري بذر الشيا موجود بالسوبر ماركت موجود عندي بالعياده بالكيترينج وين ما كان بعتقد صار عندي بيوري هون صح مزبوط يلا هلا اذا بدك بنحطه فوق فبذر الشيا بنستعمله بديل عن البيض وفينا اذا ما بدنا نجيب بذر شيا وما بدنا نستعمل بيض بنحط بذر كتان اوكي كمان عم نطحنهم بدك شوكه ولا بدك الشوكه اوكي بنطحن بذر الكتان ليصير عندي ملعقتين كبار بذر كتان بحط ملعقتين مع 6 ملاعق مي وبصير هي بديل البيض هلا انا رح زيد بالشيا مثل ما قلنا شفت كيف انه ساغه ما بيوقع جل مش لكيد مزبوط اوكي وهيدي هي الخلطه بكل بساطه هلا اخر شيء رح ضيف الموزه نسيت ضيفها قبل يصيروا شوي دلعينه مزبوط تعطي هيك شويه وسكري اكثر شوي صغيره بتقل صح انا ما عم نكتر هيك اوكي فينا ناخذون سناك صح مايا هدول فينا اكيد ناخذها سناك تقريبا كل وحده كوكي فيها بين 40 و50 كالوري حسب نحن قد ايه بنمدها بالصحن مشان هيك قلت بيعملوا يا اما 10 يا 12 حبه احنا رح نغزهم بالفرن بعد ما يخلصوا صح اكيد رح نغزهم وقت بالفرن بدهم على حراره 180 درجه اكيد بنحمل الفرن قبل بوقت وبدهم تقريبا 10 دقائق لربع ساعه ماكسيمم حسب الفرن اذا فيه هواء خلص الخلطه مايا لانه وقتنا صار قليل يلا اوكي هلا بنفكر انه نحن هي بدها بعد شيء بس هي ما بدها شيء هلا بتاخذ بعضها بتاخذ بعضها اوكي هلا ممكن اذا بدنا في عنا وقت نحط هالخلطه ساعه بالبغاد بس تتقسى شوي فينا لا اوكي مثل ما قلنا حوالي 10 دقائق بالفرن مش اكثر مزبوط فينا نقسمها بالشكل اللي احنا بدنا اياه حسب القوالب الموجوده ببيوتنا اكيد اكيد هي تقريبا كل وحده كوكي بتاخذ ملعقه كبيره يعني وبنسكبها فيها اذا بدك فينا نجيب الصينيه حتى افرجيك كيف رح نسكبها هذا الشكل الاخير اوكي قبل ما نشوف الشكل الاخير رح اجيب لك الصينيه اوكي بكون انا نخلطه معه مثل ما قلت جو اكيد هيدي فيها ناخذها مثل سناك حبتين منها اثنين كوكيز يعني بيكونوا سناك مش ما ضل بسناك تراديشنال تقليدي بناخذه على طول نسكافيه بعد الظهر مع بسكويت وعم زد لها شوكولا بالاخر يعني عم تطلع معضومه وطيبه وعم نقدم شيء جديد على السناك مزبوط هلا من بعد ما نخلطهم بتضاين وقت يعني اذا حدا خبزها مثلا باول الجمعه واخذ منها سناكات على كل الجمعه بتضاين تقريبا جمعه عظيم يعني في الناس اللي عم تعمل دايت فيها كل احد تعمل هذا الشيء وتحضروا لكل جمعه وتاخذوا معها على الشغل اكيد اكيد اللي بصير انه عم ناخذ هون ملعقه اوكي عادي وبنحطها هيك بنعمل الشكل اللي بدنا اياه وبتصفي مدوره انا هون اكيد حاطه ورقه واكس بيبر مشان ما يلزقوا مزبوط بنكبسها شوي لانه هي فيها بيكنج باودر فراح ترفخ ومنزينها بالشوكولا ما ضفنا لا لانه حطيت رجعت موزه عظيم. ففينا ما نضيف مش ضروري هي اكثر شيء بنضيفه وقت يكون في بيض اوكي بهالشكل هذا شكلها قبل بيطلع عنا 10 وبالاخر بصيروا بهالشكل عم نشوفه نحن هلا مايا صح ثانك يو هيدي هي كل اثنين منهم كانوا اكثر قبل الاول بكل الاحوال ايه كانوا يعني طيبين طيبين كثير طيبين كثير منيح صحتين جو ان شاء الله اكيد الكل يجربون ويحبون ثانك يو لك مايا امتى رح نرجع نشوفك بكره شو محضرتينا لبكره بكره بدنا نحكي عن هيك الهاكس تبع المطبخ كيف فينا باشياء صغيره نخلي الخضره مثلا داين اكثر قصص اوكي لكن بكره تبسات جديده معك مزبوط. انت مايا نحو شكرا لك صح ثانك يو لك ثانك يو مشاهدينا طبعا صباح لبنان بيتابع معكم اما هلا صار الوقت نعرف شو مخبي لنا الحظ لليوم زميلي شادي وزينة نمرود صاروا جاهزين شو الاخبار شادي
أخبار عظيمة، وإن شاء الله الحظ كمان بيكون كتير منيح. جو أنا بدي أدعي كل المشاهدين أنهم يتصلوا فينا من داخل لبنان على 1390 ومن خارج لبنان 8-8-2-1-6-2-2-7-7-6-44-44. صباح الخير زينة. صباح الخير يوم شادي. الحظ فاتح وراءه الإيجابية إن شاء الله. إن شاء الله يلا إن شاء الله خير. فإذن تابعونا من بعد الفاصل. جو شكرا لك شادي، وبدوري ايضا بسلم على اخصائي التاروز زينة نمرود، وان شاء الله حظكم مشاهدينا بيكون دائما حظ ايجابي وبيكون التفاؤل هو سيد الموقف بكل حياتكم. تفاصيل اكثر حول التارو او بالاحرى اتصالاتكم بفقره التارو بعد هذا الفاصل. عودة لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا بالفقره الاخيره مشاهدينا فقرة أترو. جهزوا اتصالاتكم 1390 من داخل لبنان و 8-8-2-1-6-2-2-7-7-46-44 من خارج لبنان. زينة صباح الخير من جديد، شو أخبارك؟ برافو عليك، هذا الرقم صعب كتير، كيف حافظه؟ لك على طول بخليه قدامي وبحاول قد ما فيه هيك ما كتير اطلع. أنا لهلا مش حافظته، أنجأ رقمي. شو أخباري؟ الحمد لله ماشي الحال. يلا من دون أي تأخير لما نتأخر لأنه الاتصالات جاهزين، رح نبدأ مع أول اتصال لليوم. ألو؟ ألو بونجور. صباح الخير. صباح الخير. مين معي؟ الحمد لله، مين معي؟ معكم ماري، بدي أحكي عن جون زوجي. نعم. بدك تسألي عن جون، جون شو اسمه والدته؟ ماتيل. سنة ال 51 خلقان. سنة ال 1951. سؤال قولي لي، شو سؤالك عنه؟ ايه عن شو بدك تعرفي؟ المستقبل، انه من بعد التقاعد شو بدي يصير؟ بدي اطلب منك ترجعي تعيدي اعملي معروف؟ بعد التقاعد. هو على التقاعد هالسنة بدي شوف. اوكي شوفي. فإذا جون عمره تقريبا 64، هو بده يفوت بالتقاعد السنة، بدها تشوف شو من بعد التقاعد. ليك شادي عن جد اطلعي شوي، شوفي هيدا قاعد هو ليكي مركزه باللموت تبعه بحياته، ليكي في الربط قعد، شفتي بفسر لك التاروش هادي؟ مركز قاعد بحياته ربطه قعد، هلا قعد. اوكي مديان عادي كتير، فيها ثلاث أشخاص رح يوقفوا حده ما يعتلهم، ما بعرف تقاعد على هلا قديه بيكون عمره هلا صار؟ يعني 64. 64 أو 63 رح يصيروا. 64 أوكي مزبوط. فإذا أوكي في عنده هالثلاث أشخاص رح يهتموا فيه، بس المهم إنه ما يعملنا إحباط لأنه مبين لي هون إنه قاعد حاسس حاله مريض، يا انه هو رجل شغيل عملي انزعج انه قعد، او انه نفسيته تعبانه، بس صحيا ما بوشي. في حد مين رح يساعده؟ هالماده اللي معه خلي يضله محافظ عليها وباقي مطرح ما هو هلا، ما عنده ابدا ولا خطوه جديده ولا تغيرات. يعني دائما التغيرات ما حدا بيعرف على كل حال شو بصير معه، ما حدا يخاف من سن التقاعد يعني. كتر خيره 65 سنه صار له، يعني يمكن ياخذها مرحله انه الواحد يرتاح فيها او هيك ياخذ بريك صغير، ودائما الواحد مش غلط يرجع يقلع من اول وجديد. نتابع عبر صباح لبنان فقره أترو، خليني اذكركم بالاتصالات 1390 من داخل لبنان و 8-8-2-1-6-2-2-7-7-46-44 الرقم المخصص لكم مشاهدينا من خارج لبنان. اكيد ما تنسوا كل الاشخاص اللي عبالهم يعرفوا تفاصيل اكثر بيتصلوا بزينة نمرود بعد الهواء اكيد من بعد الساعه 12 على الرقم الخاص 03-378-300. وزينة هيك بحاله يعني كنا عم نحكي من شوي عن التقاعد، يعني بسنة الحياة اللي بنشوفها أوقات بالوراء، قديش أوقات هيك المفاجأة بتكون بتغيرات جذرية ممكن تحصل مع الشخص، يعني ببين أوقات بالورق أنه الواحد بدأ تنقلب حياته 360 درجة. إيه أكيد فجأة، حتى بدون ما يكون في تقاعد أو أنه عمره حق عليه، أوقات ببين لي أنه الشباب صغيرة رح توقف رزقته لسبب من الأسباب، بمشكل بإعاقة ببرض بظروف معينة توقف. ايه بصير في مفاجآت كتير للعالم. اوقات واحد بي 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 اكتر شيء بصحيا
بصير معه شيء صحيا بيجبره او بيضطر انه يقعد بطل هو صحيح. فعال او منتج. على كل حال متابع اتصالاتنا عبر صباح لبنان. الو 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 بونجور، مين معي؟ معك سوزان. سوزان كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. عن ولادي اكيد، شو اسميهم؟ عندي رامي مواليد 93. نعم. وريني 93. مواليد 90. عن شو حابه تعرفي تحديدا عنهم؟ عن شغلهم. عن شغلهم مرتبطين بالشغل، ما بعرف اذا موفقين يا ملا. يلا رح نعرف اكثر عن رامي وريمي. شكرا لاتصالك سوزان، تابعينا. اهلا يا هلا. بسم الله عليهم، بسم الله عليهم. لا منيح اثنيناتهم، بخافوا ربهم اول شيء، منيح صحتهم منيحه شغالين. حتى لو ما عندهم امكانيه كثير او شيء مثل ما بيقولوا شهاده بايدهم او شيء اتو بايدهم، بس رح يكونوا شغالين. موضع ثقه اثنيناتهم. القلق اللي عندهم اياه 90% من العالم عندهم اياه، ما في خوف ابدا عليهم، ما تعتلي همهم، ما تعتلي همهم، تفاهم بيناتهم بيكون منيح. لا منيح تفاهم، خاصة اعمارهم قراب على بعض، يعني رامي 22 رامي 25، فهذا يمكن بتقرب المسافات حتى هن بين بعض كمان بيكونوا اصحاب. الله عليهم، اسم الله عليهم. لا منيح اثنيناتهم، الله يخليهم. أكل حال الله خليكم لبعض سوزان. أكيد بنتابع بتلقي اتصالاتكم مشاهدينا. خلينا نذكركم 1390 من داخل لبنان و 88216722776444 من خارج لبنان. في اسحب ورقة يلا بأي ايد بذكرين على طول بنسى بالشمال. ممنوع حدا يلقط الترو أو يلمسه غيري أنا إلا بالشمال. أنا ممكن استعمل الإيدين اثنيناتهم، نعم، بس الشخص اللي بقى قبالي على طول بالشمال. بالشمال. شو سألت؟ بدي أقول على العالي؟ عم بيقول لك الورق لا. اوكي. بدون ما تسأل، بدون ما تقول لا. لا، ليه؟ لأنه ما اجت القوة بعد، أو بعد ما اتخذ القرار. اوكي. يلا بس طول بالك. الله انقطعش. الله كريم. ما انقطعت على الآخر. أقول لك بعد ما في قرار هلا. الله كريم. على كل حال كمان منتابع بتلقي اتصالاتكم عبر صباح لبنان 1390 من داخل لبنان و 88216222777 44. معنا اتصال كان يمكن انقطع تحت الهواء ولكن اخذوا التفاصيل. حبيب ابن جمانة مواليد، اي مواليد 66، وحابب يعرف عن الحياة بالمجمل. مش عصبي، عصبي او ديناميكي وباقي هيك، يعني ديناميكي او حرك كتير. خسر غربي او غريب، وخسر مادي كمان معه. منيح ذكي، عنده مشكلة بالحب متسلط، بس بيفهم موزون، في عنده مادي رح ينقلها باقرب وقت خلال 6 إشارات من السنة. يعني اكيد رح يكونوا هولي اشهر مش اسابيع، لانه إذا أسابيع مفروض يكونوا شهر ونص، مرق الشهر ونص من السنة. هودي 6 إشارات عنده نقلة بيظبط أموره فيها المادية. إن شاء الله يكونوا كلهم إشارات خضر، تكون مسهلة الطريق، ما يكون في إشارات حمر. منتابع بتلاقي اتصالاتنا عبر صباح لبنان. ألو؟ 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 ألو مهجور؟ صباح الخير، مين معي؟ معك سعيد. سعيد؟ بدي أسأل. ألو؟ تفضل. الو. ايه تفضل انت. على الهوا. شو اسم الوالد؟ بدي اسال عني وعن بنتي. بنتي مواليد 93. نعم. شو اسم والدتك؟ 44. والدتها هي فضيله. فضيله. وانا سعيد، اسم والدتي خضره. عظيم. فاذا والدتك خوله وزوجتك فضيله. اوكي، شكرا لك يا سعيد. يلا تبعنا. شوف سعيد، اول شيء بنتك بقي معك، بس عم بهون يحذرك الورق، عم بيقول لك عم تمرق، رح تمرق انت وعم تمرق هلا بالظروف. انت والبنت مش منيحه من ورا كذبه كبيره موجوده معكم او عندكم.
ما بعرف اذا البنت ما علم بهالموضوع لانه عم تبين عندي هي لا ما عندها علم. بكل الاحوال ضلك صديق لها، خليك قريب عليها، ما تمل، حاول انك تتفاهم انت وياها على هالموضوع هيدا او فهمها الحقيقه. صحتكم منيحه. دائما اصلا الحقيقه هي مرايه الواقع وما في مهرب منها، قد ما كانت مره الواحد اذا واجهها بيقدر يتخطى اي عقبه. منتابع اتصالاتنا. الو الو بونجور. بونجور، مين معي؟ ريتا. ريتا كيفك؟ ماشي الحال، كيفك؟ دائما بتابعينا؟ نعم. خي هيدي خبريه، اهلا وسهلا فيك ريتا. عمين حابه تعرفي؟ بدي اسال عن اولادي بشكل عام، عن جوزي. اوكي. واذا عندي سفره اما نقلت بيت. اورايت، شو اسم والدتك ريتا؟ روز. روز، وقد ايه عمرك؟ روز. روز، وقد ايه عمرك؟ 34 سنه. يلا تابعينا ريتا، شكرا لاتصالك. شو عم تسأل عن سفرة؟ بدها تسأل عن ولادها وعن سفرة. لا، غربة ما عم يبين عندي هلأ في غربة. عم يبين عندي إنه في عندك مشاكل بزواجك، عم تعصبك كتير، عم تخليك تقلقانة وتفكري بعدم عاطفة. هون عم بينصحك الورق إنه لا، تكوني قوية وطولي بالك، ظروفك رح تتحلحل. قلنا غربة ما في، الولاد منيح، بس يا حركين يا عصبية ديناميكية كتير بطريقة انه ما عم تقدر تسيطري عليهم. هذا مطلوب منك هلأ انه نتبي تكوني انت رايقة لتقدري تسيطري عليهم شوي. منتابع بتلاقي الاتصالات 1390 من داخل لبنان و 8-8-2-1-6-2-2-7-7-46-44 رقم المخصص لاتصالاتكم بصباح لبنان من خارج لبنان. الو الو بونجور. بونجور، مين معي؟ معك مي. اهلا وسهلا مي. مي، عن حابه تعرفي؟ بدي اسال عن ابني اذا بكير. شو اسمه؟ وسام. وسام، قد عمره وسام؟ 26. 26 سنه. حابه تعرفي عن موضوع معين عن وسام؟ ايه اكيد، بدي اعرف بالنسبه للشغل اذا هون او سفر، لانه هو مقدم على اثنين. اوكي، يلا موفق بالحالتين. شكرا لك، يا اهلا وسهلا. تابع زينة. شوفي مادي هون ما عنده ابدا، ساعده يعني. هو طلعت لي الورق انه ما في امكانيات هون، يعني ما معه راس مال، ما معه شيء بايده يقدر ياسس. ولكن لا. الشغل يلي مقدم عليه لا، غربي ما في، يطلع برات البلد ما في. عم بيعطيني الورق هون انه لازم يتفاهم بالتي هي احسن مع الاشخاص يلي عم يعرضوا عليه شغل، ما يضيع هي الفرصه. قد ما في يتفاهم هو وياهم ويركز حاله هلأ هون، يقبل بالواقع لكن تنفرجت معه بغير طريقة، أو في فرجة إذا الله رد. خي يلا، يعني الواحد هيك وقت يكون ناطر جواب شغل بيكون عم يتحرقص كيف. هي. إذا كان في موضوع سفر كمان بيكون هيك، يعني بده يضب الشنطة، بده يغير نمط حياة كاملة. صح، لا ما في غربة، ما مبين غربة إن شاء الله. على كل حال نحن بنتمنى الكل يبقى بوطنه، يا ريت، والغربة تكون بس فاكيشن صغيرة ونرجع على لبنان وكل واحد ببلده. ما في أحلى من الواحد أنه يكون عايش بمسقط رأسه. منتابع عبر صباح لبنان الفقرة الأخيرة، فقرة التاريخ. خلنا نذكركم بالاتصالات، وبحال انقطع الاتصال اتركوا تفاصيلكم تحت الهواء مثل ما عمل رولان. رولان والدته اسمها ماي وعمره 36 سنة، بده يعرف عن وضع العمل. عم يفقد القوة، عم تفقد القوة بعملك، عم بتضيع اشياء، ضيعت فرص لإلك بكل الأحوال. بالنسبة للعمل هلا ما في حركة، واقفة الحركة، والمادة واقفة، بس عم بيعطيني الورق. قد ايه عمره؟ صار عمره 36 36 سنة. 36 يا حني ليك، بس هلا بلشت نجاحاتك. شوف كيف عم يعطيني التوازن عندك هلا على 36، يعني معناتها ما في خوف عليك. ما في خوف، ما في خوف. يلا قول الله. يلا عظيم. منتابع اتصالاتنا 1390 من داخل لبنان و 8-8-2-1-6-2-2-7-7-46-44. الو الو بونجور. بونجور، مين معي؟ رجاء. اهلا وسهلا رجاء، عن مين حابه تعرفي؟ اهلا فيك، بدي اسال عن ابني جلال مواليد 1995.
1995. عن شو حابة تعرفي عن جلال تحديدا؟ عن حياته المستقبلية. عن حياته المستقبلية، يلا تابعينا رجاء. أهلا وسهلا. شوفي مبين عندي في شيء بالعائلة أساسي راح أو مات أو اختفى، هذا الموضوع وقف له موهبة أو شيء منيح لإله، وقف له إياه أو منع له، منع إنه يقدر يكفي بهالشغلة الشاطر هو فيها ولا موهوب فيها. الآن كتير قتلين هم المادة، أو اللي عنده المشكلة الأكبر من هولي كلها إنه يلي لإله منه معه. يعني هون بيقلي الورق إنه يا في إله ميراث مش قادر يطاله، يا في مادة بالنتيجة هي لإله بس هلأ بعدها مع شخص تاني، يعني يا معك يا مع بيو يا مع حدا، محطوطة بمكان هي لإله صحيح بس بعيدة عن إيده. شوفي بالنتيجة رح يخده هالعز، هيدا رح ياخده بس مش هلأ للأسف، إنه هو ناطر هالمادة هاي ما بيفكر بشي تاني، ما بعرف ليش، يا متكل عليها يا موقف نشاطاته كلها ناطر هالمادة هيدي. بتعرفي عمره 20 سنة، يعني يمكن الواحد بيمرق هيك بفترة ضياع وبفترة هيك بيكون هو عم يسأل حاله شو بدي من هالحياة، بأي اتجاه بدي يروح، فيمكن فترة وبتقطع على كل حال. بس شادي في شغلة، أنا على طول حتى لو ليدي بقول للأشخاص، حتى لو واحد عنده ميراث، لو عنده شيء مخبى لإله أو ما ينوعد، ينوعد برافو، بس ما يتكل إنه إيه أنا بعد 20 سنة عندي هيك، ما حدا بيعرف شو صح بيصير، صحيح هذا بيعرف، كل يوم بيومه تنوقف على إجرينا. أكيد. منتابع عبر صباح لبنان بتلقي الاتصال الأخير لليوم بفقرة أترو. ألو. ألو. بونجور. بونجور. مين معي؟ مدام ماري. ماريا أهلا وسهلا. كيفك؟ عن مين حابة تعرفي؟ عن أولادي. عن أولادك شو أسميهم؟ تاتيانا. نعم. وتوني. تاتيانا وتوني، أدي أعمارهم تاتيانا وتوني؟ تاتيانا 16 وصبي 10. توني 10 وتاتيانا 16. قرأت عن شو حابة تعرفي تحديدا؟ كانتهم تحت السنة يا شادي. هلأ ظروفنا صعبة، أحب أطمن عنهم بس هيك مستقبليا إنه رح يتغير الوضع، رح يصير في شيء أحسن. شوفي أنا رح أشوف لك لإلك أنت، لأنه الأولاد أول شيء ما رح أفتح لهم تحت السن. تحت السن صحيح. ثاني شيء المشكلة مش مع الأولاد، المشكلة فيكم أنتوا أو معكم أنتوا بالأحرى، بقصد بغير قصد هاي المشكلة الأولاد بعد ما حسوا فيها، بعد الخير لقدام للأسف، إنه مع الوقت رح تكون عندهم مشكلة أكتر من عدم المحبة، من عدم التفاهم، من المفاجآت يلي هني مش قدها، بعدهم صغار أو مش منتظرينها. نجاحاتهم مطولة، صبي أكتر من البنت، ليك عم بين عندي اللي رايق أكتر أو العامل إحباط أكتر هو اللي رح تكون رزقته أقرب، يعني يا الشاب يا البنت، بدي أفتح كتير لأسأل لا أعرف شو، بس عم بيعلمني الورق اللي عنده أحباط أو أو العائل أكتر هيك رايق ساكت هو اللي رح تكون رزقته منتج أكتر ويفيدكم قبل التاني. إن شاء الله الله يخلص مشاكلكم على خير، موفقين. الله يخلص مشاكل الكل على خير، وما حدا بيوقع بمشكلة بال 2015 وتكون سنة مقلعة بأولى أشهرها بطريقة إيجابية. زينة نمرود شكرا لإلك على فقرة أترو اليوم، لقائنا بيتجدد نهار الجمعة إذا الله راد. الله راد. أنا بدي أشكرك وبدي لك بون سومان، نلتقى فيك الجمعة. ميرسي. أهلا وسهلا. باي. مشاهدينا صباح لبنان بكون وصل لختام اليوم، اكيد ما تنسوا تابعونا بكره بحلقه جديده بتمام الساعه 9، ولكل الاشخاص اللي عبالهم يرجعوا يحضروا هيدا الحلقه او غيرها لوج ان على telelibon.com.lb اسم البرامج صباح لبنان، وفي كل التفاصيل كل الحلقات، هيك فيكم تحضروا يلي عبالكم ترجعوا تحضروا. بدي اشكر متابعتكم لنا لليوم، اكيد برجع بلتقى فيكم بكره انا وكل طاقم العمل، وما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم أكيد بعد في وقت. إلى اللقاء. صباح لبنان.
وحده.